إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. نربط بكم اتصال مجددا هنا من فاس. تواصلوا معنا هنا الساكنة ديال المنطقة ديال مونفلوري بطبيعة الحال، واحد السيدة اللي تالفة يقال بأن فيها الزهايمر وما عقلاش راسها خرجات، وصراحة حتى رينا بزاف باش لأن ربما نطلقوا هذا اللايف، ولكن الحل الوحيد هو أن نطلقوا هذا اللايف باش نشوفوا نساعدوا هذه الشريفة، ما نخليوهاش في الزنقة. لا كانوا كيشوفوها العائلة ديالها ولا وليداتها، راه هاد السيده هذه راه نعتبرناها بحال الام ديالنا، فهذا هو الهدف من هذا البث المباشر باش نساعدوها باش تلقى الاسره ديالها. فالناس هنا هما مجموعين، كلشي كيحاول انه يسولها، هي مسكينه ما الهضره ما كتفرز منها والو. فاللي شافها الله يجازيكم بخير، راه كاينه في مونفلوري حدا الدائره الامنيه 19، كاينه بطبيعه الحال. اللي شافها يجي حدا القهوه اللي حدا الدائره الامنيه رقم 19، اللي شافها يجي الا كان بارطاجيو هذا اللايف لو ثاني طاق باش هكا غنساعدوها، ما نخليوهاش مسكينه هنايا لان ما عرفناش الظروف ديالها. الناس هما دايرين اللي عليهم، ساكن ما خلاوهاش، هما معاها في انتظار ربما ان شاء الله تلقاوها، لقاو لها الاسره ديالها والعائله ديالها. فالله يجازيكم بخير، حاولوا على انكم تبارطاجيو هذا اللايف باش يوصل اللايف للاسره ديالها والعائله ديالها، يجي يديوها لان كنحاولوا نهضروا معاها، كيحاولوا الساكنه يهضروا معاها، ما كت يعني كتدخل وتخرج في الهضره مسكينه. ما عرفناش يعني من منطقه كتنحادر، فالله يدير لها شي مسك ديال الخير. حنا بطبيعه الحال الهدف ديالنا نبيل هو اننا نساعدوها ترجع للوليدات ديالها والاسره ديالها الا كان عندها شي وليدات، هذا هو الهدف. مسكينه ما وخاص هي تهضر معاها، ما عرفناش يعني شادو اللي شافها. فاحنا هاد السيده درناها بحال الام ديالنا وبحال وحده من العائله، ما اضطرينا على اننا نطلقوا هذا اللايف باش نساعدوا هاد يعني في العثور على العائله ديال الاسره ديالها، لان ما عارفاش التسميه ديالها، لربما ما قدرناش نعرفوا التسميه، هي الصوره ديالها واضحه اللي كان كيعرفها يجي المونفلوري. القهوة شنو سميت القهوة؟ الفتح، قهوة الفتح، دار القهوة ديال الفتح حدا الدائرة الأمنية بطبيعة الحال، حدا المصحة، حدا السبيطار مستشفى ديال الزهور. غناخدو الناس هنا. السلام عليكم خويا، خليك معايا. أجا خويا العزيز، خويا تحياتي ليك، تبارك الله عليك. الله خويا، أنت ولد الحي هنايا من المنطقة؟ اي اخويا، انا ولد الحي ورئيس وداديه ورئيس جمعيه. المهم اولا شكرا شوف تي في على الوصول ديالها في الموعد، وبعد ما اتصلنا بالبوليس ولباو النداء ديالنا الله يكثر خيرهم، وجاو وشافوا السيده وخذوا المعلومات. لكن هذه السيده مسكينه منين لقاوها بعض الاخوان في النرجس جابوها لهنا للدائره الامنيه 19، بقات هنايا على ما كتقول هي معوين الحجاج الله اعلم. بعض الناس يقولوا لهم الزهور، المهم شي معلومات اللي هي 100% غير موجوده. الواقع هو هذا، السيده ما عندهاش شي معلومات، عندها الزهايمر بحال اللي كتهترف كتقول من هنا من هنا، ما قبطناش منها شي معلومه اللي هي يعني باش نمشيو بها للدار. لهذا اتصلنا برجال الشرطه فقاموا بالعمل ديالهم مشكورين، واتصلنا بكم الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير، وقمتوا بالعمل ديالكم ايضا انتم مشكورين. وكنتمناو من الناس اللي كتعرفوا على هذه السيده ولا كيعرفوها من بعيد او قريب يتصلوا بكم او بالدائره الامنيه 19. شكرا. باش السيده راه كاين الوالده ديالنا، يعني حتى حنا عندنا والدنا وعندنا خوتنا، ما نبغيش يكونوا في هذه الحاله. مسكينه كتبكي وكذا وما لقينا لا حل، يعني ما لقيناش شي حل شنو نديروا لها، لا عندها لا تليفون لا اسم لا حتى حاجه. نتي بغينا مثلا نمشيو للدار ولا كذا، ما عرفناش حي كذا، ما عرفناش، يعني التجئنا للصحافه هي الحل الوحيد باش ان نلقاو الحل، تلقى العائله ديالها. لهذا كنطلبوا من المواطنين الله يجزيهم بخير اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه على واحد على نطاق واسع، باش لعل وعسى يوصلوا لوالديهم العائله ديالها او ولادها او خوتها. وشكرا للجميع، وكنشكر التضامن الناس ساكنه الزهور، التضامن ديالهم والدراري ديال القهوه اللي جالسين هنا مساك الله يجزيهم بخير، الشباب هذو اللي اخوان كلهم اللي تجمعوا ليها وجابوا لها الماكله، الا انها
ابات انها باش تاكل ما بغات لا تاكل الشر، فقط كتبكي فقط كتترفض الهضره وصافي. هادشي ما كانوا. شكرا لشوف تي في والاخوان، حفظكم الله حفظكم الله، وشكرا مره اللي خطيك. ولاد الاحياء الشعبيين ما كيتخلاوش على بعضياتهم البعض. اجي بابا الله يرضى عليك، بابا اجي من لورا بابا الله يرضى عليك. اذا كتشوفوا كيعطيوها الماء كيحاولوا يعتنوا بها، فالله يجازيكم بخير. المغاربه هذه راه الام ديالنا جميعا. انا والله الا جيت كنطير، علاش؟ لان ما يمكنليش، هذه بحال الام ديالي، راني انا جيت بنيه حسنه ونيه باش انني ندخلها لدارها. فالوليدات ديالها الله يجازيكم بخير، اللي شافها راه الام ديالكم راها حدا المقهى ديال الفتح، حدا الدائره الامنيه 19 بمون فلوري. اجيو شوفوها الله يجازيكم بخير، لان هذا الشيء حنا ما بغيناش نصوروا، ولكن زعما ما بغيناش نبينوا هذه السيده هذه، ولكن ما عندناش حل. الحل هو اننا نساعدوها باش تدخل للدار ديالها، وهي هنا مع كل شيء في مكان امن. شو مسكينه يعني مسكينه كتقول بان تعطلات عليها المراه، شكون هي هذه المراه الله اعلم. ياك هادشي هاد التصريحات خويا العزيز، صافا بخير. هاد المراه مسكينه لقيناها تالفه هنايا، راه تنعانيو بها، راه كبحال الوالده ديالنا، ما لقينا لها جهد. مسكينه هاد المراه لا جهد، راك بحال والدينا حتى حنا، لا تلفوا والدينا، راه الله يجازيهم بخير. هاد الناس راه واقفين معانا، انا راه قبل المغرب، قبل المغرب فطرات معانا مسكينه، وبقينا تنعطيوها وما عطاتناش. قالوا لنا عويت الحجاج، مشينا هذاك بالتصويره بالتليفون، مشينا تنسولوا الناس تاع عويت الحجاج وما عطاوناش اخبار عليها كاع. الله يجازيهم. جا واحد الناس اخويا، واحد السيد جا لهنايا، واحد الدري مازال صغير فهمتني، شاب في عمره شي 16 عام ولا 17 عام. قال لنا بان هاد المراه هادي سميتها فطومه فهمتني، وكتسكن في عوين الحجاج، وكانت خدامه مع لاله فهمتني. وهاد الشيء هي المعلومه اللي عطاناهم شبي حالاتو، وحنا بقينا هنايا حاضينها مسكينه وهادي فهمتني، في سبيل الله العواشر هادي. وتنتمناو من الله بحال دابا من المشاهدين، الا كان شي واحد تيعرفها ولا شي واحد من الابناء ديالها ولا من العائله ديالها ولا شي حاجه، بحال دابا يجي لهنايا يسول على الدائره 19 في منطقه الزهور واحد، ويجي راه الام ديالو جالسه هنايا ولا العائله ديالها ولا. الله يدير شي مسلك ديال الخير في هذا العواشر هذا. برافو عليكم صراحه الشباب، ها هما معاه، ما بغيناش بغينا نلقاو لها الحل. فالحل بيدكم المغاربه، انتم غتبارطاجيو، ولا ربما هذه من بين الحلول، وسيله بين الوسائل اللي ممكن. لاننا هاد السيده لان كي غادير تعرفها دابا، هما كيقولوا بان واحد السيد قال بان هي سميتها في الطومار، تنحاذر منطقه ديال عوينة الحجاج، يقال واش فري ولا لا ما عرفناش. المهم حنا الحل هو هذا، ها هي السيده الا كانوا كيشوفوها وليداتها. الا انتم بغيتوا تساعدوا بالبارطاج ديال هذا اللايف من اجل ايصال الصوت ديالها مسكينه، ونشوفوا نرجعوها للدويره ديالها، لان والله الا بقات فيا انا هاد السيده كتبان مريضه مسكينه. البرد عاد بدات تتكح مسكينه كتشوفوا. والله القسم الا بقات فيا بالله ما عرفتش كي ندير نساعدها. نداء للجمعيات المجتمع المدني، خاص ما تخافيش يا مهمتي، ما تخافيش ما تخافش مسكينه، ما تخافش. هذه اخويا انت تقول لها البوليس وكذا، مدخلك عند البوليس كتخاف لا البوليس راه غايح، قلنا لها راه يحميوك، الان راه كيحمي الحمد لله. ماشي البوليس اللي يحميوك، هي مسكينه كتبقى تغوت، ما كتبغيش تدخل للدائره الامنيه، كتخاف مسكينه. واكيد الان راه في خدمه المواطن، راه يحمي، ولكن مسكينه هي مسكينه كتقول ما جاتش، بحال راه كانت مع شي وحده، هي مازال هادشي اللي في دماغها، هادشي اللي عندها في لا لا ما تبقاش اميمتي، لا لا ما تخافيش ما تخافيش اميمتي، ما كاينش اللي يسمح فيك، ما غنسمحوش فيك. لا حول ولا قوة الا بالله، كتقول لك كلشي غيمشيو غنقابو. لا حول ولا قوة الا بالله، مسكينة خايفة مسكينة، شوف كتقول كلشي غيمشيو غنبقى بوحدي. الله يجازيكم بخير المغاربة، الناس ديال فاس الله يجازيكم بخير. ف خايفة مسكينة، شوف كتقول كلشي غيمشي وانا نبقى بوحدي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يجازيكم بخير المغاربه، بارطاجيو هذا اللايف، بغينا نديروا لها الحل. السلطات المحليه على هنا، القائد يعني هنا ديال المنطقه ما في خبارش. داكور داكور، اذا السلطات المحليه هنا ف ما في خبارهم. نشوفوا كذلك الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي ممكن لانهم حل بروفيزوار انها تمشي لشي مؤسسه ما تبقاش في الزنقه، لان كان تدخل على مستوى يعني، كنا درنا واحد اللايف وجات واحد المؤسسه خداتها. فهذا نداء جمعيه المجتمع المدني من ناحيه المؤسسه.
وي خويا وي خويا. لا ماشي مشكل، كنشكي باغي واحد المعلومه هنا من ناحيه المؤسسه بصفه عامه، سواء من جهه السلطه المحليه ولا الدائره الامنيه ولا الامن بصفه عامه، في الزهر خدامي الحمد لله. اييه نعم شكرا. انا من ناحيه كما قلت لك نعاود لك الهضره، من ناحيه لا السلطه المحليه ولا من ناحيه الامن، في الزهور خدامين 100%، مازال ما بدون نفاق ولا احنا ما ماشي يعني ما في خبارهمش، هو بمجرد الاخوان ما اتصلوا بالدائره الامنيه جاوا. راه قبيله هذاك اللي كان هنا كان ضابط شرطه قضائيه، فهمتي؟ راه خذا المعلومه ديالها وقال لها نوصلك فين بغيتي، لكن ما لقاش شيء. القائد حاليا ما عارفش لو دابا هذا هو المشكل عندنا، لو كان عندنا عارفين فين وصلوها كون وصلناها الاخوان تبارك الله قبل المغرب كانوا معاه ياك الاخوان، ما لقاو ما خدوا منا حتى شي معلومه اللي هي هذا الامن صعيب. ما خطا هو كما قلت قبيله، الحل الوحيد هي الصحافه، لان هي اللي توصل رساله للناس والناس يعاونوا الصحافه بالبارطاج، فهمتي؟ فاش غير بارطاج ان شاء الله الرحمن الرحيم احتمال وصلوا، فهمتي؟ دابا حيت المعلومه ما كايناش من ديبار فين تحط رجليك ما كاين شيء، اما رجال الامن راهم جاو مشكورين، وكما قلنا القايد راه ما في خبارهم شيء ومقدمين ما في خبارهم شيء، لان حاله ما عاديه ماشي شي حاجه شي مشكل اللي هو كبير، المراه يعني تالفه. نتمناهم الله يلقى يوصل الوليدات ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا. ولا حنا كنقولوا الا مشات زعما ما كانش الحل راه نديوها مع زعما قسما بالله بدون زعما نفاق ولا زعما كاميرا ولا قسما بالله نديوها، الا بغاو نديوها عند ولادي اليوم ولا غدا ولادي تلقى ترجع عائلتها ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا والله تنديوها عاديه راه منا حتى حنا واحد النهار يمكن واحد النهار نكبروا حتى حنا نلقاو اللي يدير فينا الخير. الله يعطيكم الصحه. وهذوما المغاربه الحرار، هذوما المغاربه ما كيتخلاوش على بعضياتهم بعض، التآزر والتكافل هادشي راه معروف في المغاربه، فهادي راه ام ديالنا وجداتنا. كتقول اكرام تعطلات، كتقول هذه هي الكلمه اللي كتقول اكرام تعطلات. ولا ديتوني عند اكرام تقول مال اكرام تعطلات، كتقول بان اكرام واش اكرام تجي هادو اللي انت اكرام واش تجي لعندك شنو حطيت؟ تهضري هضري ما تخافش امي، هضري في التليفون مع اكرام. شو سميتك؟ شنو سميتك؟ انا هضر انا في التليفون ديال من هاد التليفون. ما تخافيش اميمتي، حنا معك مسكينه، ما ما تستوعب منا حتى حاجه. مسكين بحال البرد مسكينه. والله الا حرنا بالله، والله القسم الا حرنا شنو غنديروا؟ حتى لربما الجمعيات ديال المجتمع المدني، عندي الهاتف اللي خصني نتصل بهم، ما عنديش التليفون هنا اللي خصني نتصل بهم. النداء راه كيتابعونا دائما عبر شوف تيفي. جمعيات المجتمع المدني ديال فاس وفيلكم، ما عرفش انا زعما صراحه كيفاش كان، انا ما كنقللش من قيمه جمعيات المجتمع المدني، راه الدور ديالهم الفعال هو ان لربما كاينين جمعيات ديال اللي كيدوروا في الشوارع وكيشوفوا الناس اللي في حالات مأساوية اللي كيحتاجوا المساعدة، فالله يجازيكم بخير. راه خصنا نكونوا نشيطين في هذا الشيء، ماشي في التصاور، ماشي غنبقى نتبوزا عليك تبوزا عليا في التصاور، خرجوا للشوارع وشوفوا الناس. فاحنا ما كنقلوش من مجهوداتكم بطبيعة الحال، ولكن راه خاص تكثيف مجهودات خاصة في رمضان. شوفوا يعني الناس كيفاش كيعتنيوا بهذ السيدة. كنحاول انني نقرا التعليقات ديالكم لعل وعسى يكون شي واحد كيعرفها، وكذلك الناس اللي معانا. حنا ما دايرينش هذا اللايف باش نتفرجوا ولا باش نديروا البوز، والله القسم وربي اللي شاهد في هذه العواشر اللي داير هذا اللايف باش ندير نداء نساعد هذه السيده ورفقه هذا الشباب، راه ماشي باش نديروا البوز. لا يهمنا لا مشاهده ولا، ولكن يهمنا اننا نساعدوا هذه السيده ونديروا الاجر في هذه العواشر. عطيونا اخوتي كل شيء بارطاجي هذا اللايف، كل شيء دير اجر لعل وعسى يبان شي واحد. واش ممكن تجي نديها عندي بيد ما تلقى حسنا اختي؟ راه ما عرفناش حنا والله الا حرنا. اجي اختي بغيتي دير هذا الاجر، ما عرفناش شنو ندير. حسنا اجي اختي، ما عرفناش دابا الحدود الساعه، ما عرفناش هاد السيده شكون هي. ها هما الناس مساكن. لا مسكينه الهضره ما تعرفش شنو هو تعدى عليا. سمعتي شي واحد كتدخل؟ شي واحد تعدى دابا مسكينه هي كتدخل وتخرج في الهضره. بحال فيها الزهايمر مسكينه، بحال الريضه الزهايمر. خرجوها وخلاوها هي ما بغاتش ترجع للدار، فهمتي؟ اقسم بالله انا على ما استنتجتش من هذه المراه هذه مسكينه شي واحد تيدير لها المشاكل، تتقول لك الا قبضوا الا جات هذا اكرام وقبضت هذا اللي تيدير لها هذا الشيء هذا، قالت لك اقسم بالله تتحني له.
فهمتك، ولكن يقدر يكون هذه الهضره كامله كتهترف لان الا كانت فيها الزهايمر اللي ما عرفاش سميتها، يقدر يكون هذا الشيء غير كتفكر ذاك الشيء غير قديم ربما. حنا هذا الشيخوخه هكا، واش عارفه انت يا هذا السيد هذا اللي كيتعدى عليك؟ قالت لك انا ما ماشي شغلكم، انا قاده بشغالي وانا عارفه اش كندير. فهمتي كيفاش؟ قالت لك انا عارفه، وقلنا لها ويلا نديوك للدار ديالك بعوند الحجاج، وهي اللي قالت لنا عوند الحجاج في الاول. قلنا لها ويلا نديك للدار عوند الحجاج، قالت لك لا انا نطلع من هنايا ونشوف اكرام، ولا ما لقيتش اكرام نرجع من هنايا وعاد نشد الطاكسي ونمشي لعوند الحجاج. هنا في مونفلوري ما كاينش اللي شافها شي واحد، ما عمركم انتم الدراري شفتوها؟ شافها واحد الدري يا صاحبي، شنو قلنا لك قبيله هنا؟ ولكن واش مونفلوري ولا في عوند الحجاج؟ لا قال لك كانت خدامه عند لالا وهي سميتها في الطومه. شنو قلنا لك قبيله؟ قلنا لك هذه كانت خدامه عند لالاين هذا الشاب هذا، وفي بورمانه كانت خدامه عندها بورمانه، هذه خدامه عند واحد المراه بورمانه. واخا اذا هذه معلومه مزيانه، واخا وهذه سميتها في الطومه. اذا كان هذه المعلومه صحيحه حنا غنشوف اللي عندنا دابا. هذه السيده شاب جا لعند الدراري هنا بطبيعه الحال وقال بان هذه السيده كانت خدامه ماشي في عوينت الحجاج، كانت خدامه في بورمانه عند لاله. فالله يجازيكم بخير. ولله ماتت ودابا من صونينا على مو، من صونينا على مو، قالت لك هذيك المراه تنعرفوها راه سميتها في الطومه. نعم فهمتيني، وساكنه في عوينت الحجاج. هذه هي المعلومه اللي عطاونا، وراه شي فوزيه ما فوزيه راه هما اللي كيدابزوا معها ديما. صافي داكور، اذا هادو المعطيات اللي كاينين لحدود الساعه. فدراري البنات الناس اللي معايا المسلمين الناس اللي في قلبهم الرحمه، بارطاجيو هذا اللايف. صافي ما عندناش حل، هو انك ما غتخسر حتى شي حاجه، بارطاجي باش هاد الصوره ديال السيده ها هي، هاد السيده توصل اللي كيعرفها، اللي من الاسره ديالها، اللي من العائله ديالها، ناسها هما الدراري محيطين بها، حتى حاجه ما غتضرها. الحمد لله الامن داير خدمته، المجتمع المدني داير خدمته، كلشي داير خدمته. بغينا غير نساعدوها نبقاو معاها على ما تلقى الاسره ديالها والعائله ديالها. فبارطاج لها وثاني طاق يوصل للجهات المسؤوله، اللي غايدير الخير يديرو هنا. راه الحج كاين غير في المغرب، راه 100,000 في الطومه كاينه في المغرب، هكا في الشوارع مساكن. ولو كان ان عندنا جمعيات المجتمع المدني كيقوموا بالدور ديالهم كما يجب، تلقاهم كيدوروا بالطوموبيلات في الشوارع. ولكن للاسف البوز الخاوي والتصاور والكخافات والفطورات الخاويين، داكشي راه ما كيفيدش. حنا باغيين مسكينه دابا انتم كتشاهدوها. مسكينه ربي معاك اميمتي، ربي معاك. هيات مسكينه، هيات صور بيه. صافي اميمتي، واخا اميمتي، واخا صافي اميمتي، صافي. مسكينه دابا صافي اميمتي، صافي. الله يدير لك شي مسلك الخير. الخوت الله يجازيكم بخير. السيده في المراه راه عندها العقل على قدو. الناس دعوين الحجاج بارطاجيو معنا هذا الشيء، باش الا كان شي معلومه نوصلوا ليها. المراه مسكينه راه مريضه ما عندها فين تمشي. وعيات حتى بالهضره، عيات من الصباح وهي كتهضر كطبخ، راه ما واكله ما والو، مسكين كتشرب غير الميه، وراه باينه فيها مرا نقيق هي، ماشي ولادها باينين فيهم. لا حتى انت الناس راه باين ولادها كيتهلاو فيها، خصنا يجيو فهمتي هذه، راه يتلفت لهم ولا شي حاجه. كان عندها ولادها مسكينه ما تلقاهاش في هذه الحاله صاحبي الله يهديك، كان عندها الابناء ديالها، كان راه هادشي وصل هادشي في التيفي ولا هاد القناه هادي راه ضاربه لها كان في المغرب، وكلشي كيتفرج لها وما كاينش اللي ما كيشوفش هاد القناه. هي دابا تبارك الله راه كاينه المشاهده تبارك الله بزاف، 2000 واصله، والناس راه غاديه في البارطاجات وغاديه في كلش. يعني كانوا عندها وليداتها كان راه جاو لعندها هاد المراه هادي، عندنا شي مشكل وخص السلطات اللي تاخذ بيديها، فهمتي؟ هادشي اللي بغيت نقول لك انا، خاص من غير السلطات راه ما كاينش اللي يقد على هاد المرة. هادي هي الهضره، خاص التدخل هنا. شوف باش نتحدث معكم صريح العباره، الناس اللي عندهم جمعيه ديال المجتمع المدني، الناس اللي هما حقوقيين، هذا الخدمه ديال السلطه خاصها تجي السلطات المحليه على مستوى الفلوري. لا ما تكونش عندها لاكارت في البلاصه يضربوا لها ست صويرتها البصمه يطلعوا لها لاكارت، اراجي يعرفوها في ساكنه. هذا هو هذا، نعم دوله متقدمه، اللهم لك الحمد. راه ما يبغيو يخدموا راه يديروا يطبقوا خدمتهم اخاي. واخا اذا حنا كننتظروا الفرج من عند الله. حنا درنا هذه المحاوله هذه، ما كتقول لهم ما عنديش لاكارت ما كيضربوا لكش البصمه كيجبدوك في العنوان. الله يجازيك يكون بخير المغاربه. الناس ديال فاس ساعدونا في ايصال الصوت ديال هذه السيده، باش ما نخليوهاش هنا من اليوحى، راه ما يمكنش نخليوها، لان راه مسؤوليه ملقاه على العاتق ديالنا حنا كاعلام كذلك.
نتحمل جزء من المسؤوليه. راه ما يمكنليش نشوف واحد السيده متخلعه انا هكا ونمشي نسمح فيها ونقول نخليها في الزنقه. راه انا كنتحمل جزء من المسؤوليه، خصني نوصل الصوت ديالها وخصني نقلب على عائلتها. حنا معاها، حنا معاها. راه اي اي دابا هو مسكين هي كتدعي معاك مسكينه كتقول لي حن عليك على الفيديو قالك الله يحن عليك. حنا معاك اميمتي ما تخافيش، اميمتي بحال الوالده ديالنا. ربي معاك اميمتي، ربي معاك. الا طلعت صغينا عاد لها البلاصه. مرات تسمعك مرات ما تسمعك. لا مريضه مسكينه، مريضه مريضه مريضه. ربي معاك اميمتي، ربي معاك، ربي معاك. ما تخافيش حنا نبقاو معاك اميمتي، تيدير الله مثلك ديال الخير، يكوني هانيه. حنا معاك اميمتي بحال الوالده ديالنا. شكرا بزاف خوتي على التفاعل ديالكم، مازال كنتظروا الحل اللي عطى الله هو هذا العواشر هذه. فالله يجازيكم بخير، حاولوا لانكم تلقاو لنا شي حل. السلطات المستوى هنا المونفلوري وصلوا لهم، ما عرفش انا شنو، والله ما عرفش شنو ندير، لان انا طالق اللايف. انا اللي يمكن لي نديره هو انا دايره دابا، ما عرفش كيفاش ندير نساعد هذه السيده. والله قرب الصوره اخويا، ها هي اخويا، راه حنا مقربين مسكينه ما كنبغيوش نديرونجيوها. والله صافي غير برده هي دابا وهي جات عندها. ها الهضره بزاف عيات مسكينه. ما عندها والو في الساشية، في عندها غير الدواء ديالها، غير الدواء ديالها عندها، الدواء ديالها مسكينه، ثاني الدواء عندها. بقينا تنهضروا معها قبيله، تيقول لك بالي طيح لي السكر ونطيح. مسكينه عندها السكر، كتخاف يطيح لها السكر وطيح. فوالله العظيم الا زعما هذا الشيء كيأسف. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ردوا البال، ربما تكون كتحمل شي في عنقها يكون رقم الهاتف. ما كاينش رقم الهاتف، ما كاينش، ما كاينش رقم ديال الهاتف اللي درنا ديال الدراري ديال هنا اللي يتواصلوا معنا بطبيعة الحال. حنا كنحاولوا على اننا نوصلوا الصوت ديالها. فوالله العظيم الا هذا الشيء كيألم بالله. وحنا قلنا زعما على شافها الناس، الناس كلهم نيتهم سليمه، نيتهم حسنه، واقفين معها، باش لا شافها شي واحد من العائله ديالها يجي يديها. هذا هو هذه الفكره اللي هذه، باش ممكن لها اننا حنا كاعلام نساندوها. عندنا عندنا القناه غنحاولوا لاننا نديروا نداء كما كنديروا نداءات في باقي اللايفات باش نساعدوها نوصلوها للعائله ديالها. هذا هو هذا باش ممكن لاننا نساعدوها حنا. السلطات اللي بغات دير خدمتها راه غتجي دير خدمتها وصافي. راهم دايرين خدمتهم، ولكن مازال خصنا نديروا الخدمه جميع، نساعدوا هذه السيده هذه. لا مره نقيه مسكينه، راه غير تالفه وصافي. خويا الله يكثر خيرك العزيز، الله يحفظك، والله يصوب، الله يصوب. هذا واجب، هذا واجب اخويا، هذا واجب. اذا انتم كتشاهدوا لازلنا ننتظر شي بشاره ديال الخير. السيده راه كتعيا. نجي اخويا، مرحبا مرحبا اخويا العزيز، نجي. نجي اخويا العزيز، حمر موجودين. نجي نجي. مرحبا. نعطيك النمره اخويا، مرحبا. مرحبا اخويا العزيز، مارشي هنا هذا ديال. مرحبا. اذا كننتظروا. لا ما كاين مشكل، بحال الوليد، بحال الوليد. البوس لك راسك اميمتي. قلبها عامر مسكينه راه بحال الوليد. الله يفاجئها، الله يفاجئها، الله يفاجئها، الله يفاجئها عليك اميمتي. يكون غير خير ان شاء الله. ما يكون غير خير. راه شربات الماء، شربات، راه عندها قريعه الماء، قريعه الماء عندها كل شيء. راه جابوا لها الدراري. الناس راه مهلين فيها، خاص غير تعرف. والماكله ما بغاتش تاكل، قالت لك ما فيها جوع وليدي. خاصها تاكل هي مريضه. هذه الام ديالها كانت هي السيده بنتها. منار، عندك عندك بنتك سميتها منار. هذه امها. اجي لا لا منار. منار. ما تتعقلش. كنقلب من الصباح. منار، منار صح. اجي عندنا المونفلوري. اجي عندنا المونفلوري. عند الكوميساريه الزهور. منار، منار. هو تعليق اخي الكريم، هذه امي كنت كنقلب عليها من الصباح. راح نقول لها راه. واجي اختي الله يجازيك بخير. بنتها سميتها اكرام. بنتها سميتها اكرام كتقول. وليت تكون
تعليق تعليق اه منار صحار ولا منار عطيني عطيني اختي الا كنتي كتقلبي راه الام ديالك كاينه حدا الكوميساريه ديال 19 الدائره 19 حدا القهوه ديال الفتح الا كنتي الا كانت الام ديالك تجي حدا الكوميساريه تجي تلقاها تما قول لها عطينا التعليقات اختي عطينا التعليقات باش انا منار منار واختي شوف دابا دابا هادشي راه ماشي فيه اللعب الله يجازيك بخير الا كانت الام ديالك راه راه معانا في امان الله وحفظه اجي موراها الا ما كانش الام ديالك بعدي منا اختي عطينا التيسع الله يرحمك الوالدين هادشي راه ما فيهش اللعب هادشي راه مسؤوليه على العاتق ديالنا جميع فلكن انتي غتبقى تلعبي راه هادشي راه ما فيهش اللعب مشاعر ديال الناس ما كنلعبوش فيها منار لا حنا نمشيو شو ما نمشيو حنا معاك احنا معاك فين اخويا عطينا الرقم ديالك نعيطو لك منار عطينا الرقم ديالك دابا نعيطو لك اه نعيطو لك قيد اخويا الا عطاتنا شي رقم حنا دابا حدا حدا الدائره الامنيه 19 في مونفلوري واحد شنو قالت لك خيرا تفرجت ان شاء الله عطيوها شي رقم عطي شي رقم الدراري شي واحد يعطي شي رقم هيا تقيدوا تصوني علينا كاع الا ما بغيتش يعطينا قيد 0 34 40 89 25 قيدوا هذا الرقم في التعليقات هذا الرقم ديال الشريف قولوا غير بشويه قيدوا اخوتي في التعليقات ها هو غيقول الرقم اللي بغى يتصل بينا 0 34 40 89 25 اتصلوا بهذا الرقم هذا هي هنايا معنا في امان الله وحفظه اتصلوا بهذا الرقم اللي ان شاء الله صافي ها هو السيد معنا هنا اتصلوا به دابا كوميساريه 19 مونفلوري زور واحد ها هي جالسه في كريسي دابا هاد منار شكختي سولتي ومشيتي دابا ما عرفتش انا واش منار كاينه هاد منار ولا ما كايناش ما عرفناش دابا نتمنى صادق باش لنا مسكينه تقدر تكون جايه ما نعرف دابا ما تعرفش تقدر تكون كتسلى تقدر تكون جايه كتبوا الرقم في التعليقات راه قلنا الرقم في التعليقات والله العظيم امي نعيمه من الصباح انا خويا تنقلبوا واجي لاله وانت امك اختي كتشوفيها كتشوفيها احنا راه حنا قلبنا كيتقطع اختي مانا راجي الله يسهل عليك انا ما بغيت نسمح فيها راه الصباح والدراري معاه راه كتحلفي بالله اختي لا اجي راه حنا قلبنا في عوطك راه كيتقطع على هذا السيد قلت لنا سميتها شنو سميتها شنو سميتها اختي مانا ان شاء الله يلا صليو على النبي صليو على النبي فينا بزاف هيا منار انت كتشوفي والله العظيم امي انا من الصباح انا تنقلبوا اجي لاله منار ها هي بحال الام ديالنا جميعا كوني هانيه غير رجعي تلقاها في امان الله واجي اختي اجي اختي اجي اختي هيا ها كوني هانيه في امان الله بامان الله قول لها يا ولاد الحومه راهم حدا المنطقه الكوميساريه الزهور 19 اجي في طاكسي تلقاي الميمه ديالك تما احنا كنتسناوك اختي العزيزه اجي اختي غير كوني هانيه راه بحال الام ديالنا احنا كنتسناوك اختي منار راه كيف فرحتينا والله والله اختي لا فرحتينا بالله تنشكرك تسناو غير تجي هادي شي وحده باغا تديها معاها لا لا الحمد لله والشكر لله على السلامه وخصنا تبان بعدا منار دابا ما عرفناش هي كتحلف بالله عطيناك النمره ما اتصلتيش ما عرفناش كيفاش عيطي لنا راه كانت الام ديالك راه خصك اختي تجي راه مسؤوليه على العاتق راه ان الجنه تحت اقدام الامهات راه ما تعرفيش شنو هي كتقول مسكينه راه من الصباح وهي كتقلب هيا بحال والو تكون لا لا تتخلف بالله وما تقدرش راه مسؤوليه على العاتق ديالها تخلي زعما تعليق هذا الشيء راه ما فيهش خصها تلبس خصها تكلم نعيمه كتقول بان سميتها نعيمه كتقول الشريفه هذه سميتها نعيمه ما لا بنت اخرى سميتها اكرام قال غالبا والله العظيم امي نعيمه من الصباح انا خويا شنو قال لك؟ طوما هي طوما ولا نعيمه؟ طوما طوما ودابا انت اختي دابا هي كتقول فاطمه الجامعيه ماشي نعيمه ما عرفتش انا والله ما عرفت ها هي ضاخت مسكينه جا دوخ ها ضاخت لا حول ولا قوه مسكينه راه بقات فينا هاد المره راه حتى شي واحد ما بغيت تخلى عليها راه كلشي بقى في جنبها تغلقوا ان شاء الله الوليدات ديالها ونوصلوا لدارها بسلام عاد غنرتاحوا حتى حنايا عاودها العزيز النمره غير بشويه
انا في الطريق انا اخي هي جايه كتقول في الطريق واعطينا الرقم ديالك اعطينا الرقم ديالك اختي اعطينا الرقم ديالك اعطينا الرقم ديالك ولا راه امك هذه اختي راه سيما نعاودوا لك النمره يعني تسمع ها الرقم نعطيوك عيطي لنا دابا باش نعرفوا بانك راكي بنتها ماشي غنبقاو شادين معاك الخط وانت ماشي بنتها باش نعرفوا بانك بنتها اعطي اخويا غير بشويه 06 34 40 89 25 إعادة 06 34 40 89 25 والمرجو للاتصال باش نعطيوك معلومات عن قرب إن شاء الله. ها هو الشريف ولد الحي هنا عيطي لنا في التليفون الله يسهل عليك دابا عند الرقم ديال أبناء الحي وغنرشدوك فين تجي حدا مونفلوري واحد حدا الدائرة الأمنية 19 اللي سولتو على حدا قهوة الفتح راها معروفة دائرة 19 معروفة في مونفلوري قهوة ديال الفتح احنا كلشي ها انتم انا نوريك لابوزيسيون بالضبط سمح لي خويا العزيز ها انتم شوف ها هي الدائره الامنيه 19 ها القهوه ديال الفتح هذه كتطلع الفوق العربيه وكتطلع ل... ها هما الناس مجموعين هنا كتطلع حتى الزو واختي اختي منار خليك معنا في الخط راه عندنا دابا امل فيك انت غتفكي لنا هاد المشكل هذا راه جايه ارسلت رساله قالت انا جايه كتقول هي جايه نتمناو خير فين وصلتي اختي فين وصلتي فين وصلتي راه مسكينه راه الله يحسن العوان فين وصلتي اختي يا منار ما تغيبيش علينا راه عندنا الامل دابا فيك انت تجي ل... راه عطيته الاربعة ما هزا معاه والو دابا الناس نشوفوا بعدا ما يطلعلهاش ما يطلعلهاش خصوصا على الكومونتيرات ما فهمتينيش دابا هي راه كتقرا كومونتيرات كتسمع غير هذا ما كتقراش كومونتيرات وكتجاوب ما تقراش كومونتيرات هو تكون معاه جايه في الطريق وهذا راه تكون مرونه دابا تكون جايه راه الام ديالها وشحال هي كتقلب تكون سايقه الطونوبيل هي اختي عطينا شي رقم ولا جاوبينا لان حنا كننتظروا حنا ما غنقطعوش هي اللايف نتمناو خير ان شاء الله وهذا راه العواشر هذه وهذا الاجر نديروه. بقات فينا هذه الوالده بزاف. راه بقى راه الدراري راه كل شيء. بقات فينا راه اكثر من ساعتين لما كان وهي هنايا. ساعتين اصاحبي راه من النهار. انا غير فاش جيت انا غير فاش جيت انا غير فاش جيت تقريبا ساعتين هذه وهي هنايا ما كتبغيش تاكل وعندها اجوبه مختلفه مره كتقول سميه مره شميت بنتك منين جايه ما عندنا حتى شي معلومه عليها وحنا هذه المره بحال الوالده ديالنا بقات فينا. بغينا على الاقل نديروا شي بديله نوصلوها ديناها للكوميساريه ما بغاش يدخلوها قال لك لا تيجي ولادها ولا ما فهمنا حتى شي حاجه حنا عيطنا لهاد السيمونسي فقلنا هو الحل الوحيد اللي غادي يقربها من وليدات ديالها والله يجازي كل واحد بالخير اللي غيدير هذا هاد الخير معنا ويدير يدو معنا توصل الابناء ديالها ان شاء الله تبات في دار العواشر هذه شكرا لكم انتم الرجال ديال هذا الحي ولاد الناس بصراحه لاننا كنقول دائما المغاربه كرماء المغاربه ما كيتخلاوش على بعضياتهم البعض طبيعه الحال راه كنشوف بحال الوالده ديالنا راه النظره ديالنا ليها كتبان بحال الوالده ديالي نيشان كنشوف الام ديالي تالفات انا بحال هكا راه انسان ما يعرفش باش تلاه به والله ما يقول الانسان الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب ولا لقى شي انسان شي خير يديرو في هذه الحياه الله يسمح لنا من الوالدين برافو الدراري اذا غننتظروا منار انت اللي غتفاجئها اختي اجي اختي الوالده ديالك الا كانت الوالده ديالك فاحنا كننتظروا فارغ الصبر كننتظروا والله العظيم الا غنفرحوا الا جيتي مور الوالده ديالك الا كانت الوالده ديالك فعلا جاوب يا منار تقدر تكون جايه في الطريق ما كتجاوبش الله اعلم ما عرفناش دابا عرفات دابا هي الموقع فين راه حدا الدائره عرفات الموقع صافي راه امها هنا شافت اللايف إلا كانت جاية راه تكون جاية في الطريق ما تقرا تعليقات لا والو. على الأقل نعرفوها غير منين جاية يعني واش كاين شي بعد ولا كاين شي قرب. دابا هي ما بقاش دابا الحل الوحيد هو أنها تتفاعل معنا دابا هي ما كتجاوبش كاع. أجي بابا أجي بابا هكا باش ما نشدكش الدراري صغار منو. ننتظر دائما ننتظر شي تعليق دابا كنحاولوا لاننا نبقاو نشوفوا التعليقات بارطاج الخوت البارطاج صافا خويا دابا هاد راه وصلنا واحد الاتصال بان راه هذا هاك هاك اخويا هضر معاه هضر معاه السلام عليكم خويا هضر معاه اخويا ان شاء الله يكون واحد الخبر واحد الانسان راه من السعوديه مسكينه شافتها وكتعرفها وراه اتصلت بالعائله ديالها وما جاي مرحبا
لا خوتي ما انا راه ما كتكذبش، راه عندنا واحد المعلومه جديده، صبروا معنا شويه. جايين احنا كنتسناو اخويا، احنا مازال في اللايف. صافي مرحبا اخويا، عاود اتصل بها قول لها فين وصلت باش نعرفوا. عاود اتصل بها اخويا، شوف الله يحفظك. بارطاجي هنا نعيطوا لها، بارطاجي نعيطوا لها. يلا سير، اللهم يسر اخويا، الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا اخويا العزيز. اذا البنت ديالها راه جايه ان شاء الله باذن الله غتفاجأ. البارطاج اخوتي على وسع نطاق الله يحفظكم ديال هذا اللايف. راه مازال خير في الدنيا، شوف مازال الرجال، مازال المغرب والله ما كاين بحالو، اقسم لكم بالله. خاص غير المسؤولين يديروا خدمتهم. خاص غير المسؤولين، فين فين جمعيات المجتمع المدني؟ ايا ودي جمعيات المجتمع المدني. ما كنتحداش على كل شيء، كاينين شرفاء، ولكن جمعيات المجتمع المدني اللي ما يدوروش في هاد العواشر ويشوفوا شنو كاين في الشوارع وناس متخلى عنهم يديهم المؤسسات، وحتى السلطات المحليه، حتى الدور ديال المقدمين والقياد، وراه خاصه هما خاصهم يشوفوا. راه ما يمكنش. راه شوف انا كنستغرب وكنقول صريح العباره، راه ما يمكنش مواطن مغربي يحمل بطاقه التعريف الوطنيه نخليوه في الشارع، ما نخليوش الساكنه دير الدور ديال المؤسسات. فهنا انا ربما خاص الاشتغال بحزم، لان الا كانت سميتها ناعمه ولا فاطمه دابا هي كتقول سميتها ناعمه. السيده اللي جايه كتقول ناعمه، او ما عرفت دابا. وريني السيد عطانا المعلومه قبيله وقال لنا في الطومه، وهي كتعترف بان في الطومه الجمعيه الحره. دابا هذه كتقول سميتها ناعمه، وهذه اللي في التعليقات كتقول لنا سميتها ناعمه، ولاني هاد الشريفه من تنسالوها كتقول لنا في الطومه الجمعيه الحره. نتمناو خير، فهمت؟ تقدر تكون دابا هذه كاتبه على راسها ماما. اللي شافها قال كانت خدامه مزال. فهمتك فهمت. صافي اللهم يسر، نتمناو خير. صافي فهمت كيفاش، نتمناو خير، نتمناو تجي ان شاء الله. ها هي راه قربت لعندكم. ها هي جايه ميمت، ها هي جايه، غير كوني هانيه. نجيو عندي في الطوموبيل. واتساب راه فيه الواتساب. اذا في انتظار وصول العائله ديال هاد الشريفه، لازلنا ننتظر شي بشاره ديال الخير. يقال بان الابنه ديالها جايه في الطريق، كنتظروا ما عرفناش واش جايه ولا لا. المهم حنا نيتنا سليمه ونيتنا فيها الخير، ناوية الخير، نتمنوا لاننا نلقاو الخير يا رب. وما غنلقاو غير الخير، ما دمنا ناوية الخير غنلقاو الخير. شكرا بزاف، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم. دراري كلهم رجال وناس، الله يعمرها. اش غنقول، ما يمكنش تلقى هادشي في شي بلاد، والله ما تلقى هادشي في شي بلاد بالله. هاد التضامن وهاد التآزر وكلشي كيشوف فيها هذه، انا والله القسم اللي كنشوف فيها الجده ديالي هاد السيده، قسما بالله العلي العظيم، الا كنشوف فيها بحال امي ولا جده ديالي الله يرحمهم بجوج. وكل واحد في هاد الناس كيشوف فيها بانها ام ديالو ولا جده ديالو. ذكرها بالعنوان، العنوان نصف ساعة وهي جاية، وحنا كننتظروا اخويا ادريس، هي قالت جاية حنا كننتظروا. اتصل شي واحد في التليفون قال بان راه عيطات له ولا عيط لها وقالت له راني جاية في الطريق، والله اعلم. طاقيوا لو كون ديالها، نشوفوها فين وصلت ولا عيطوا لها في التليفون. هي مسكينة كتسنى فراج من عند الله، وحنا كنتسناو معاها والكمال عند الله عز وجل. وراه ما تعرفوش المصير ديال الانسان كيفاش كيمكن يكون. انا واحد النهار نقدر لانني نفقد الذاكره ونمشي وما نلقاها قلا والو. راه ما تعرفش، راه الدنيا راه اللي يثق بالدنيا، الدنيا راه دواره، فما تثقوا شيء، ما تقولوا شيء، وما تشفوا شيء.
الله يدير لي فيها. اليوم خرج مع قايبه هو محسن تيصوني عليه. شوف اخويا شوف على الله. الو اخويا ها في انتظار شي بشاره ديال الخير. واخا ان شاء الله باذن الله الفرج. الا عنده شي تليفون فيه الواتساب اخوتي. واتساب هاو هاو اكثر دير واحد فيكم وصافي. حي قول اخويا حي زائد زائد. شكرا للجميع كل شيء داير خدمته الحمد لله. المؤسسات ابناء الحي كل شيء داير خدمته. حنا الحمد لله بحال بحال مغاربه كاملين. حنا الهدف ديالنا هو ان وخاص انتبال مثل هذه الحالات ما نخليهمش في الزنقه. راه هذه الشريفه دابا راه حنا واقفين معها ولكن راه ما غيمكنش نمشيو نطلقوا اللايفات حنا في الشوارع كاملين نقولوا راه خص المؤسسات دير خدمتها. هذا هو الواقع. راه خص المؤسسات تحرك. هاد الجمعيات اللي ما غايديروش خدمتكم حيدوا لهم داك الوصل النهائي. انا كنتحدث معكم بصريح العباره. خاص السلطات تراقب هاد الجمعيات. الجمعيات اللي ما كيديروش خدمتهم يحيدوا لهم داك الوصل. والجمعيات انا ما كنطعنش في الجمعيات لان المجتمع المدني بدون المجتمع المدني كنعرفوا دابا الان الديمقراطيه التشاركيه. المجتمع المدني راه يعني شارك في صنع القرارات. ماشي كنطعن انا في المجتمع المدني ولكن كنتحدث على البعض من جمعيات المجتمع المدني اللي خاصها تقوم بالدور ديالها كما يجب. خاصه الناس اللي كيديو الاموال الدعم ديال الدعم يعني الدعم العمومي مع المؤسسات ديال الدوله. هذوك راه خصهم يتحاسبوا على الصغيره والكبيره وعلى الشاده والفاده. هادشي اللي كنتحدث عليه انا. نتمناو من الله الخير. 99 ها هما كيشوفوا الرقم ديال ديك الشريفه اللي كتقول بنتها. حنا كسيدة عيات مسكينة راه عيات 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 دابا وكا كان يجي وكا كان شي جمعية لأن مسؤولية على العاتق. ما يمكنش شي واحد مثلا يديها للدار ديالو ولا شي حاجة. خاص مسؤولية يخاف خاص تخبر السلطات. وهي مريضة تمشي تيوقع شي حاجة الله يستر. والآفات في الدنيا. فخاص هاد المهمة ديال جمعيات المجتمع المدني هنا فين الظهر ديالهم خصهم يجيو. خاصها تجي شي جمعية وتهزها. لا مسؤولية مسؤولية موقعة على العاتق ديالهم. اذا في حاله ديال الانتظار دائما كننتظروا البشاره ديال الخير. نحاول نحيد الفلاش ديال باش يبقى لي لا شارج. هيا هيا تقول هيا هيا عيات مسكين عيات من الانتظار وما يكون غير خير ان شاء الله. دابا منار اللي تواصلت معنا في التعليقات وقالت الام ديالها وكتحلف بالله هي غابت ما عرفناش واش جايه في الطريق ولا والله ما عرفنا. نتساءل نتساءل كننتظروا حنا كننتظروا الفرج من عند الله. المهم الصورة ديالها هي واضحة ما نكثرش عليها من الهضرة نخليوها ترتاح. شوفوا مسكينة كيفاش كتسير. صافي شوية ما زال اخويا انا كنتظروا غابت واش جاية في الطريق ولا ما عرفتش كيفاش. الناس كيسولوا التعليق ديال واحد السيدة كتقول باللي لما جاتش هاد المنار راه معاكم في اللايف انا نجي من موراها. دابا هي المسؤولية صعيب شوية فهمتي صعيب باش تديها معها للدار. صعيب خاص نسمحوا فيها هكا. لا ما يمكنش نسمحوا فيها. خاص الجمعيات خاص شي مؤسسة حقوقية ولا جمع ولا مجتمع مدني تدخل بالوثائق ديالها تخبر السلطات. تمشي تخبر القائد والسلطات وتديها لشي مؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية. السلطات ما بغاوش يستقبلوها كاع. جاء البرد مسكينة. جاء البرد مسكينة ومرأة كبيرة وفيها الزهايمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. زعما إلا كانوا هاد الناس كيقولوا باللي ولادها وما بان حتى شي واحد راه الضحك والتفلية. الله يخرجنا من دار العيب بلاعب. وي راه لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي راه ماشي ديال الضحك. المرأة راه بقات فينا. وهذيك اللي كانت شي معلومه ماشي بنت راه كتحمل المسؤوليه ديالها. راه ماشي سهل هادشي. راه فيها هادشي راه ماشي ديال الضحك. مسؤوليه عاتقه ملقات على العاتق ديالنا كاملين. حنا كنديروا خدمتنا. ما يمكنناش نسمحوا في هذه الشريفه لان حنا كنحملوا اسم قناه الشعب وهذا هو الشعب. الشعب هو اللي الشعب ماشي هو الشعب اللي هذا واجب اخويا. شكرا انت قايم بالمجهود ديالك. الله يحفظك هذا واجب اخويا. من المسار ديالك راه انت عاطي. الله يحفظك الله يكبر بك اخويا. الله يخطيك الله يكثر خير. بحال شخص نشجعوه. الله يحفظك اخويا. بارطاجيو مع بارطاجيو. للاسف للاسف التفاهه بارطاجيو التفاهه وروتيني اليومي. كاين جزء كبير من الناس كيعجبهم التفاهه ولكن شي حاجه اللي فيها افاده. هذه هاد السيده دابا انت دخلتي الفرحه على العائله ديالها. كيفاش الناس داخلين كيهضروا بلادي امهم وما يعرفوش ايجاد الاخرى ديالها. اه لا لا كان مثلا وماشي ولادها علاش تقدر تكون بعيده. تقدر تكون بعيده
لا هي ما قالتش بعوين الحجاج. طاقي واخوتي الناس اللي في التعليقات شوفوا لنا منارة اللي كانت خلات قالت بان الوالده ديالها. لا مازال ما بانت لا منار لا والو في هذه الساعه مازال كنتسناو اخويا كنحاول نقرا التعليقات. ما غنسمحوش فيها اخويا ان شاء الله راه غتبقى معنا حتى غنديروا لها تساوي ان شاء الله. كتقول عاوتاني حي طارق. ما عرفتش انا اللايف خصو يزيد يتبارطاجا بارطاجيو هذا اللايف خصو شي يرجع خصو يزيد لقدام ما عرفتش انا ملي كيكون شي تفاهه خاويه كنحماقوا عليها وكنبارطاجيوها الانسانيه والعواشر هذه ما دير الخير العواشر اللي غاتبارطاجيو ولا شي حاجه فيها الافاده وفيها حنا واحد الاسره لان دابا ولادها راه يكون قلبهم مقطع عليها وهي مسكينه عاوتاني مريضه شي حاجه اللي فيها الخير ما عرفتش انا مع كامل احترام الناس اللي كيتفاعلوا كيتبارطاجوا ولكن مازال خاص العمل حنا دايرين اللي علينا الشباب دايرين اللي عليهم نتوما عاوتاني ديروا اللي عليكم وهادشي اللي كاين نتمناو خير ان شاء الله نتمناو شي واحد يفيدنا بشي معلومه ما نبقاوش هنايا كنضيعوا الوقت وراه جاها البرد مسكينه وراه كتشرب الدواء ديالها بالوقت وما عارفين عليها حتى شي معلومه المهم هي حدا حنا كنحاولوا بما امكن نديروا الواجب ديالنا والكمال على الله وعلى الشعب. الرجال هو جاي الابن ديالها وجاي لواحد الاخ ديالها وجاي العائله ديالها بعيد من الرحمه. الحمد لله. هضرتي معاه في التليفون خويا هاك خويا شي معايا هما جايين اخويا هما جايين هما جايين. بشر الناس لان الناس كلهم. ايوا ان شاء الله اخويا نبشروا الناس بشرة خير بان هذه السيده هذه اتصلت بنا واحد الانسانه من السعوديه شافت هذه المراه كتعرفها. واتصلت بالعائله ديالها وقالت بانه هو الاخ ديالها وشي اخت ديالها والعائله ديالها هما جايين في الطوموبيل وديك الصديق ديالي مسكين راه مريض اللي كان واقف معاه دعيو معاه حتى هو راه دابا في الطبيب مسكين هو اللي وصل لي هذه المعلومه الله يشافيه ويعافيه والحمد لله هذه هي بشرة خير اللي وصلنا للشعب ديالنا وشكرا والله يدير شي مسلك الخير. اذا ها انتم هذه المعلومات الحمد لله وشكروا لله ها هما جايين العائله ديالها ان شاء الله باذن الله هذا واجب اخويا العزيز هذا واجب هذا واجب وشوف والاعلام والصحافه اللي ما غاديش الدور ديالها غير نسالوا هذا الاعلام والصحافه لكن مع الفريق بالمصداقيه كثر خيرك اخويا المصداقيه عندك الصحافه والاعلام مع وليدات الشعب في هذه الامور تقول لي روتيني اليومي بارتاجي اخويا فينكم الصحافه الفاسيه فين هما اليوتيوبر بارتاجي بارتاجي كدبيسو كدبيسو اما وكان كل واحد كيدير الدور ديالو كيما ما بقاتش في هذه الوالده هذه ديالو ما شافهاش بحال مو دخل وشاف هذه الحاله هذه وهذا الواقع اللي هي فيه وحنا كنحاولوا نتعاونوا معاه وما دارش معنا شي افاده راه بحال اللي ما يحسبش راسه مسلم نرى ما كانش الانسانيه في الانسان راه ماشي انسان وهذا الشيء اللي كاين الله يسهل عليك اخويا العزيز ها ان شاء الله الفرج راه قريب فرج قريب تاني سلام حاضرين معنا تاني سلام ما بغاش بينوا الوجوه ديالها احتراما لهم راه حتى هي طام قاسين هنايا معنا شوف هاد الحاله فين غتوصل ونتمنى نلقاو شي محسن ولا شي واحد يشوف فيها ووليداتها والعائله ديالها يجوا عندها الله يخليك اخويا شكرا بزاف على التفاعل ديالكم هذا واجب اخويا العزيز كنشوف التعليقات ديالكم المغاربه البشارات الخير ان شاء الله كان اتصال هاتفي مع احد ابناء الحي وقالوا له بان العائله ديالها راهم جايين حنا كننتظروا الفرج اتصال هاتفي هو اللي عندنا دابا الان لحدود الساعه نتمناو خير ان شاء الله باذن الله شكرا لكم على التفاعل ديالكم المغاربه راكم دايرين غير خير ما وسمحوا لنا على العفويه لربما كنتحدثوا من فعال كنتحدثوا كنهضروا بعفويه الله يكثر خيرك اخويا دريس شكرا كنحاول نقرا جميع التعليقات ديالكم الف الف شكر القمه ديال الانسانيه في هاد الناس اقسم لكم بالله كنتحدث من الاعماق والله ما تلقى شي شعب بحال المغاربه العظيم الى قلبنا محروق عليها من الصباح فاش شفناها كنشوفوا فيها الام ديالنا وانا كنبغي نوصل واحد الميساج للناس وللشعب المغربي اللي عنده شي مهمه ديالو يتهلا فيها بزاف لان ملي كطيح الام ديال شي واحد بحال هكا في الظروف هذه راه لا حول ولا قوه الا بالله باش انسان ما يعرفش امه فين مشات وفين جات وعارفينها مريضه كنتمنى من الله اي واحد عنده الواده ديالو الله يخليها له ويتهلا فيها راه كنشوفوا فيها بحال الواد راه هذا الشيء اللي كاين بقات فينا بزاف والله يخلي كل واحد مهمته اللهم امين اخويا تهلاو في الوالدين
الرسالة واضحة، خاصة الناس اللي كيكونوا مرض، خاصة بمرض الزهايمر، فماشي سهل باش انك تخلي الام ديالك. حنا لا نحمل مسؤولية الابناء ديالها، بالعكس تقدر تقدر تكون ما تعرف شنو وقع، ولكن كنقولوا زعما مستقبلا الاحتياط اكثر، خاصة مع الوالدين، لان الله يحسن العوان كيفاش غيكون يعني الاحساس ديال الابن ديالها. ولا ما كاينش شي واحد، انا بعدا كنقول في العالم ما كاينش شي واحد اللي غيكون ما غيحنش على الوالده ديالو ولا على الوالد ديالو، ما كاينش شي واحد في العالم. فكيفاش غيكون الاحساس ديال وليداتها ديال الاسره ديالها؟ مسكينه هي عيات عيات، جا البرد، جا البرد بحال اللي جات البارده. فالله يدير الخير وصافي، الله يدير الخير. لا ما كاينينش، مازال كننتظروا، مازال كننتظروا. كان اتصال هاتفي، نحاولوا نعاودوا نتواصلوا معهم. خويا العزيز عاود تواصل معها، شوف على الله. اجاك البرد الوالده؟ فيك البرد مسكينه. هذا هما جاوا لوليدات ديالك، هما غيجيو لوليدات ديالك، هما غيكون غير الخير ان شاء الله. واش فيك البرد؟ لا لا لا، شوف القمة ديال الإنسانية، حيد جاكيطة وعطيها، خليها مسكينة، خليها على خاطرها. الله يرحم الوالد، خليني خليها، الله يسهل عليك، الله يحفظك، الله يجازيك بخير. هي غادي تجي إن شاء الله، هي ما يكون غير خير إن شاء الله. إذا متابعينا كما كتشاهدوا، حنا كنتظروا دائما الفرج من عند الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ما تعرف الخير فين كاين. الفريش هكذا مسكين، مسكين راه عيان. هاتي ترجع عمي مثل الفريش ديالك وترتاحي. هاتي تولي للبليصه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تحشات فراشات. نخرج اليوم خلي ما الهضره ديالها، ما لا جيتي تسمع الهضره ديالها، ما تفرد حتى حاجه، كتدخل وتخرج في الهضره مسكينه. احمد هو اللي تيصور، عنده الطوموبيل، عنده الطوموبيل، هي الاولاد تيقرا، سمعوا الهضره ديالها. احمد هو اللي تيصور. الله يرحمه. كتقول ولادها ضريتي. تيسال الله فيك، تيسال الله فيك، تيسال الله فيك. تاريخ؟ اه. مسكين. خويا العزيز الله يحفظك، الله يكبر فيك، الله يخطيك. كتشوفوا كتقول بان ولادها ضريفين، شي القلب ديال الام. كتقول ولادي ضريفين وكيتهلاو فيا، القلب ديال الام عمرها ما شي واخا ما عرفش شنو يكون الابناء ديالها. حنا بطبيعه الحال الابناء ديالها راه ما عارفينش الظروف كيفاش خرجات، ولكن الام دائما غتبقى تحنن للابناء ديالها كما بغى يكون الابن، كما بغى يكون الابن دائما كتلقى كتلقى بعض الامور كتوقع، يعني الابن كيكون ظالم بعض شي مره وكتجي الام وكتشهد بانه ولدها، لان ولدي ما عمره ما غيكون ظالم. هكا دائما الاحساس ديال الام ما عمره ما علاش 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 يقال بان الجنه تحت اقدام الامهات، لان فريمون الاحساس ديال الام ما كاينش بحالو. فتهلاو في والديكم، هذه رساله لكل الناس اللي لان ربما غناخذوا عبره. مي فطومه ولا مي نعيمه ولا شنو الاسم ديالها ما عرفتش، حدود الساعه غترجع ان شاء الله، ما غيمكنلهاش تبقى في الزنقه، ولكن خصنا ناخذوا العبره من هذا البث المباشر لكل المغاربه فين ما كانوا. تهلاو في والديكم، اهتموا بوالديكم، اتقوا الله، نتقوا الله جميعا. واحد النهار ما تعرف الدنيا كيفاش غت هو كيحاول يتصل ما كتجاوبش، كيحاول يتصل ما كتجاوبش. نتمنى صادق باش لان الاتصالات ما فيهمش المصداقيه، باش ما يتمش هاد الاتصالات كيتصلوا، ولكن نتمنى بان ما تلعبوش بالمشاعر ديال الناس، لان ما تعرف باش غتخرج لك. ما زعما الا كان هاد الا كانوا الناس هكا كيتصلوا بهاد الطريقه وما يكونش داك الشيء بصح، راه خاصهم خاصهم العقوبه انا في نظري، لان المشاعر ديال الناس باش تلعب بها هكا راه ماشي سهل. دابا كيتصلوا بداك الرقم، هي ما كتجاوبش. شاهدوا معنا كيحاولوا يتصلوا الدراري، ما كتجاوبش، كتقرا ميساجات ما كتجاوبش. عاد قراتهم، عاد قراتهم، تقدر تكون كت صايقه ولا ما عرفتش. الميساج دابا ها
هيا كتقرا الميساجات نتمنى دابا عاد سيفطنا هذا الميساجات هي قراته محمود هيا قرات الميساجات نتمناو خير غنبقاو دائما تسجيل مقطع صوتي هيا هيا كتسجل اوديو هيا كتسجل الاوديو حنا غنبقاو دائما نوي الخير واحد الاوديو قراتي نوي الخير تلقى الخير صافي هادشي اللي كاين هاي السيده اللي تواصلت معنا هي كتقرا الاوديو ديالها نسمعوها شنو قالت اخويا والوالد ديالها اخويا اخوها والوالد ديالها هو جاي اها قراب هما قراب هذه دابا البنت ديالها وطيله قالت لك الاب ديالها والاخ ديالها جايين قال لك الله يجازيكم بخير الا ما يخليوك حداها جاني الاب ديالها والاخ ديالها واحد المقطع صوتي واحد المقطع صوتي قول لها فين بالضبط فين بالضبط فين الموتور الدراري صافي راه شرباتو قول راه شرباتو قبل اختي العزيزه راه الدواء ديال السكر راه عطيناه للوالده ديالك راه شرباتو وكلات واحد البركه اللي كتب الله باش ما يطيح لها السكر قالتها لنا مسكينه هذه دابا بنتها الله يرحم لك الوالدين تنشكروك اختي دابا قولي للاب ديالك والاخ ديالك يسرع الا كانوا قرابين زعما ولا كانوا بعادين احنا في الانتظار ديالهم زعما ماشي مشكل الله يجازيك بخير والام ديالك ما تخافيش عليها اذا كنظن بان الامور الحمد لله غاديه في المسار الصحيح في انتظار ان شاء الله باذن الله في انتظار اذا راهم جايين الاسره راه جايين لان ما يمكنش تحمل هي المسؤوليه وتخلي اوديو هكا بهذه الطريقه الابنه ديالها صفات اوديو اذا ما يمكنش الواحد يكون حتى لهذ الدرجه هكا ديدي عمي صباح اذا البشاره ديال الخير ان شاء الله باذن الله نتمناو خير نتمناو خير راهم جايين في الطريق هي هضرات قالت لك واش كلا الدواء ديالها اذا عارفه بانك تاكل الدواء قالت بان واش كلا الدواء ديالها اذا الامور فين كيسكنوا ما قالتلوش فين كيسكنوا واش بعاد صابر واش بعاد ولا قرا فين كيسكنوا هي عاد اخويا تصيفط لنا الاوديو راه حنا بدا مع الجامعه ها هما حنا دابا الناس انتم مهتمين حنا كنقولوا لكم اللي كاين انتم عايشين معنا الناس بديتوا معنا اللايف ساعدتونا بالبارطاج في الاول باش هكا ربما وصلت الاسره ديالها فاحنا معاكم اي مستجد راه حنا كنقولوه لكم حياه مسكينه قالت لك راه بعيده اخويا الحال بعيد الحال الدار قال لك بعيده الحال قالت لك هما جايين اصبروا اذا الدار بعيده الحال هما جايين في الانتظار دائما ما زيدوهاش شويه بحال هكا زيدها من الحيط ما تهزوهاش ما تهزوهاش صافي غير بشوي عليك امي انت غير بشوي لا 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 احنا معاك احنا معاك مسكينه لا حول علاش ما يقولوش فين بالضبط ساكن ما فهمتش انا ما عرفتش انا ما فهمت انا المهم نبقاو غاديين نشوفوا سمعت بنتها راه سمعت الخبر في الصباح هما راه تيقلبوا عليها من الصباح تينا راه سمعت دابا هي من السعوديه هنا في بعاد دابا هما قال لك بعاد وهي راه في السعوديه وباها وخوها راهم جايين قال لك الحي ديالهم بعيد شي شويه على المنطقه فين حنايا حنا كنتسناوها بس قول لها تعطينا الرقم ديال هاد العائله ديالها قول لها تعطينا الرقم ديال اختها هذوك اللي جايين تعطينا رقم باش نعيطوا لهم ديريكتوم الحي حنا كنتواجدوا ولا كانت كتشوفنا الاسره والعائله انتم شوفوا الحي مقهى ديال الفتح حدا السبيطار ديال الحومه هو هذا الظهر ها الدائره الامنيه 19 ها هي فين شريفه في امان الله في ايادي امنه الحمد لله في انتظار ان شاء الله باش وقع اذا انتم كتشاهدوا اذا كتشاهدوا احنا في انتظار بشاره ديال الخير الله يحفظك العزيز الله يرحمك واخا جاي هكا هاكا باش ما نسمعوش الهضره ديال ان مسكينه حيد ولدي الله يرضي عليك اذا حنا كنتظروا شنو بان لكم دابا انتم شفتوا اتصالات قالوا بان الصباح ما كيقلبوا عليها بعيده شويه ما عرفناش البنت ديالها قالت لك واش شربات الدواء ديالها هضر معها الشريف قال لها راه شربات الدواء هاد البنت اللي كتهضر معنا راه على برا في السعوديه وليداتها اللي كيقلبوا عليها هنا حنا كن ما عندهاش بطاقة تعريف والسيدة ما عقلاش على راسها وكتقول بطاقة تعريف واش تقال لها بطاقة تعريف انا كنحاول نتكونسونطرا مع التعليقات ديالكم
هذا واجب اختي، هذا راه واجب. وشوف دابا دابا ربما ولا كيجينا هذا العمل اللي كنقوموا به راه غريب، لان فريمون ولا كيجي غريب لان كثرت التفاهه في المغرب، التحديات ديال الاعاصير وداك التخربيق الخوا الخاوي وداك الشيء كثر كثر عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي. ملي كنديروا شي حاجه اللي هي مفيدة كتجينا غريبة. هذه هي الصحافة. دابا كنشوف التعليقات كلشي كيقول وهذه هي الصحافة اللي خصها تكون. وانا كنقولها، انا كنقولها الصحافة خصها تفيد عباد الله، ماشي الصحافة اللي غتنشر التفاهة. انا في نظري وهذا كيبقى رأي ديالي كنحتفظ به رأسي وما كنفرضو على حتى واحد. انا بعدا شخصيا الا كنت غندير الصحافة من اجل التفاهة غير بعد من الصحافة. انا شخصيا لا اؤمن بالتفاهة، لا غندير شي حاجه نفيد بها عباد الله، واخا ما غنديرهاش نعطي الدومين نعطيه الثقه ونبعد منه. هادشي اللي خرج ربما على خليني المهم ساكت، راني كنهضر وانا معصب. الله يدير لي فيها الخير وصافي. دابا شحال هاد السيده ما كيأزمش. قيد اخويا قيد. قيد هذا الرقم، قيد شكون شي واحد التليفون اخوتي، قيدوا هذا الرقم. ديال عائلتها ياك. لا هذا ديال با ديال خوها وبا خوها عيط شي واحد يعيط لي عنده. انا هذا راني داير ابيلوني اللي عنده ابيل يعيط لذاك الرقم 06. اذا ها هو الرقم ديال باها، ها هما نعيطوا له دابا. لا تعرف ها الرقم وري عندي ديال الرقم 06 29 87. هذا الرقم ديال باها هو كيتصلوا به، راه الاخت ديال دابا بنتها اللي على برا هي اللي كتواصل مع الشريف مع خويا صابر. عزيزه ما تخافيش، هو كي في الحبض والصون تبارك الله. الشكينا العيالات وكل شيء عطاتو الرقم ديال با هو يتصل بها الكاميرا وتشوف حومه واقفه على هذه الام هذه مسكين زيارة طرف مكبتنا. ما بيكمش ما بيكمش انا غيكون يعني غيكون يعني هذا دابا غيكون يعني خليك كتصون عليه هو غيطلع له الصون. شتي باش لربما كيصوني انا سمعت يعني واقع لهاد الشريفه خليكم معايا. انا ملي سمعت جاني ميساج طاح ميساج لنا خليكم معايا نمرر غير واحد الرساله. ملي جا ميساج ديال ان السيده تصلوا بنا الشباب ديال الحومه، لان القناه ديال شوف تي في جميع الرسائل ديالكم كيتم معالجه ديالها على المستوى المركزي، كيتم تحويل الرساله للمراسل ديال المنطقه باش هكا ربما الناس اللي باغيين يعني يديروا الخير راه حنا كنديروا الخير. غير تواصلوا ما تملوش، تواصلوا مع القناه حنا راه مع الشعب باش نتحدث معكم بصريح العباره. مجرد ما انني وصلني الميساج هزيت التليفون عيطت لذاك النمره اللي تواصلت معنا. فينا بلاصه كاينين، لان كيكونوا احيانا كنبقى نقرا لي جيمال كنسبق الحالات الطارئه اللي كتكون طارئه. مجرد ما قريت ميساج بان السيده تالفه فيها الزهايمر في الزنقه والناس مجموعه عليها، فكان واجب عليا نتصل ذاك الساعات، لان لا كنت غندير المهنه ديالي على احسن ما يرام. وخا على الرغم من انني بعيد على المنطقه وجيت باش نوصل الصوت ديال هاد الشريفه وباش نساهموا معاها. فغير باش نشرح لكم لربما كيفاش كتتم العمليه. راه انتم كتواصلوا مع القناه كتريطي الميساج ديالكم على المستوى المركزي، كاين فريق ديال الميساج كيطريطيه كيتواصل مع المراسل ديال كل منطقه، المراسل كينتقل لعين المكان. الا كنا غنديروا خدمتنا على احسن ما يرام، الا كنا غنبقاو نديروا عين الميكا ونديروا الشمس نغطيو الشمس بالغربال، فينحط ذاك البونيت ونحط ذاك المهنه ونمشي في حالي، لان ما غنصلحش ذاك الساعه تكون صحافي. ولكن الصحافه راه هي هذه، حنا كننتظروا. جينا الف الف شكر للناس ديال مونفلوري كاملين. السلطات واخا ما شفناهمش، يعني القائد حنا شنو غنقولوا؟ ما عرفتش يعني شنو غنقول. كان ممكن لان ربما يكون تدخلات ديال السلطات هنا ديال ملي كتكون شي براكه خاصها تطيح كنمشيو كنطير، وانا نتحدث معكم صريح العباره. ملي كيكون شي هذا، ولكن راه خاص ربما هاد الامور بحال هكا ما نخليوش المواطنين يعني في الشارع. فالله يجازيكم بخير. كنوجه رساله من مواطن مغربيه غار على 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 ابناء الشعب وعلى بلاده، وخصنا نكثفوا المجهودات ما نخليوش ولاد الشعب اللي غيديروا هذا الدور. هذا راه كاين مؤسسات جمعيات المجتمع المدني احملهم جزء من المسؤوليه اللي كياخذوا الدعم العمومي، فخاص يديروا الدور ديالهم يخرجوا للشوارع يشوفوا. ما نخليوش الناس في الزنقه، خاصه جمعيات ديال مناهضه العنف والتشرد وهذا، فهذا الدور ديالهم.
ما ثقش ولدي، ما ثقش امي، ما ثقش بزاف ديال الجمعيات، وانا اكون لكم كل احترام وتقدير على المجهودات الجباره كتبذلوها، ولكن راه خاصنا خاصنا الشغل. والمنتخبين ديال ما نتحدثش على المنتخبين، لان منتخبين كنشوفهم غير في انتخابات اللي كيدقوا على الناس يصوتوا عليهم، ولكن والله ما كنشوفهم دابا. انا ما شفتش منتخب بحال ما كاينش منتخب ديال هذه المنطقه، يمكن ما انا ما شوش والله ما كنعرفوا شكون هو ما شوش. هذه بعض الرسائل اللي كنبغي نمررها، لعل وعسى مستقبلا ما يبقاوش يتكرروا مثل هذه التجارب. حنا كننتظروا دابا الاسره ديالها وغنرجعوا نشوفوا الحاله ديالها، وشكرا ونتمنى لها صادق باننا نكونوا درنا العمل ديالنا على احسن ما يرام. نتمنى لاننا نكونوا وصلنا لشي نتيجه ان شاء الله. حنا كننتظروا نرجعوا للشريفه، مازال ما انضروا التسلسل داك الرقم. التسلسل الرقم بحال اللي تتهضر. شوف اخويا الله يكثر خيرك، ها هو الرقم كنعاودوا نتصلوا به. بحال اوكيبي بحال راه كيهضر. اذا الرقم اللي كنعاودوا نتصلوا ما كاينش، بحال كي بحال اوكيبي ما عرفش واش يهضروا ولا. عاود شوف، عاود شوف على الله، المهم خليك اون كونتاكت وشوف على الله. ها هي الشريفه مسكينه كتسنى شي بشاره د الخير ولا لا، لا يعطي لشي واحد هذا الموقف اللي هي فيه زعما. والله العظيم الا شي كيأزم، شي كيأزم. وفات كل عباد الله ما فيها جمعيات المجتمع المدني اللي غايجيو يدخلوا، وهذا الحماقه هذا. انا بعدا والله ما لا اكاد تصور مع شي واحد، وفي التصاور كتلقاو الجمعيات في التصاور. اه شحال ديال التصاور، وزلافة الحريره كيتصور مع بعض الجمعيات، كتلقى زلافة الحريره كيعطي غير زلافة الحريره خصو يدير 10 تصاور، ومين كتكون شي حاجه في الصحيح والله ما كتلقاهم للاسف. الله يدير الخير وصافي. سمحوني راه ربما كنت قاسي مع جمعيات المجتمع المدني، انا ما فيهاش البروتوكول، ما فيهاش الخوال خاوي، ما فيهاش الزواق، وما كنعممش. كاينين جمعيات اللي كيشتغلوا، وكاينين اللي كيتصوروا علينا. مازال في الانتظار، مازال ما كاين، مازال الرقم راه اوكيبي، كنحاولوا نتصلوا اوكيبي، ما عرفنا شاي يعني شنو غنديروا. حتى التليفون عندي، التليفون كان ممكن لانني ندير اتصالات ببعض الجمعيات، ولكن للاسف انا جيت على عجل، حتى البونيط راه خليتها في الصاك مع الحاله كانت مستعجله. نسيت التليفون واحد اخر كيتشارجا، وجيت على عجل فما عرفتش كيفاش غندير نتواصل. الاصدقاء ديالنا الا كانوا كيشوفوا يحاولوا يتواصلوا بالجمعيات، كاين واحد الجمعيه في باب الخوخه، يشوفوا الزملاء اللي كانوا كيشوفوا يحاولوا يتواصلوا بالجمعيه ديال باب الخوخه، يشوفوا يجيو يديروا تدخل يهزوا هذه الشريفه، لان دابا الحدود الساعه مازال ما بانش. كاينه ما عرفناش دابا والله الا حرنا بال. ما تمناو غير خير ان شاء الله. نتمناو خير، احنا كننتظروا كمال على الله. مازال ما بان حتى شي واحد، مازال ننتظر. هي راه قالت لنا بان غير صبروا، قالت لي هي راه قالت تاكد عليا بالصبر بان الطريق راه بعيده، واقيلا جاي نمشي دوار غالي، فهمتيني جاي نمشي مخارج على مدينه فاس. إذا كانت جاية راجع أخويا محسن، إذا هي كتأكد من خلال رسائل ديال الواتساب بأن راه جايين وراهم يعني بعد شي شوية. حنا كننتظروا فين حدانا، ولكن هو السيد منصف واحد أنا كيصور اللايف، والسيد اللي كتقول لي أنت ما كاين حتى شي واحد أخويا يقول له راه حنايا واقفين حدا الكوماسارية. جزاك الله خير، كل راه تلقى الجوكه تما قال لك هو تيهضر معاه وكيسمع اللايف. هذاك السيد اللي جاي راه قال لك حدانا دابا كيشوف اللايف، راه تيتفرج في اللايف وجاي لعندنا، قال لك راه وصل حدانا واقيلا. كيقول بان كيتفرج في اللايف السيد اللي كيقلب عليها، حنا كننتظروا. ها انت اخويا كنت كتفرج في اللايف، ها انت باش نوريك الموقع بالضبط. هاد الطريق هادي كتطلع للعربيه، كتطلع لفوق العربيه، هاد الطريق هادي كتهبط موفلوري المارشي و شارع الكرامه، شارع الكرامه، وهادي الكوميساريه ديال 19 دائره الامنيه 19، وهادي قهوه الفتحه هي باينه. ها فين كاينه الشريفه، ها هي المهم الموقع راه باين. احنا كننتظروا، كيقول لك بان راه قريب، ما عرفناش دابا قريب مازال. حاول نسمي الشريف
ها هي الشريفه مسكينه. شوفوا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. واجب السياسيين هذا واجب اخويا واجب. حياه مسكينه كتشاهدوا معنا يعني لا جهد الا جهد الله كما كنقولوا. خارج ربما مدينه فاس لان تعطلت. لو كانت مدينه فاس فكانت تجي يعني في اقرب وقت يجيو الاسره لان راه الام هذه ولا العائله راه ماشي سهل. ولكن لربما كنعتقد بان الاسره ديالها خارج مدينه فاس. ما حنا لازلنا معكم بث مباشر خارج فاس. اذا كننتظروا نتمنوا لان الهاتف ما يديشارجاش. نشوفوا شحال مازالنا ديال لاشارج. مازالنا 24% ديال لاشارج. 24% غدوز لنا واحد نص ساعه بحال هكاك وغيطفى التليفون. بارطاجيو اخوتي هذا اللايف على اوساني طاق في انتظار لربما يكون شي حل في حاله ما جاوش وليداتها ولا شي حاجه. هي مسكينه عيات. عيات مسكينه راه عرفتي راه تسخف مسكينه هي عيات عيات عيات. راه الله يحسن العوان مسكينه راه شحال وهي في الزنقه. راه جابوا لها مسكينه فطرات غير هنا في الزنقه مسكينه. اخ منصف شكرا بزاف على المجهودات. الله يحفظك. الصحابه صعيبه صعيبه بزاف. الله يكثر خيرك. شفنا دابا اكتشفنا مع منصف. الله يحفظك. تبارك الله عليه راه قايم بالدور ديالو احسن ما يرام. الله يكثر خيرك. وراه حملنا المسؤوليه يعني هاد السيد تيلقى شي واحد غادي يطلق منا. وراه تبارك الله عليه راه قايم بالمجهود راه واقف ومع الناس هنايا والله تبارك الله عليه يعني قايم بالعمل ومزيان. وخا بعض القطرات تيقول شي كلام وانا ما تيقصدش وانما كيبغي ان الحالات يعني هذه الحاله هذه الحاله هذه الحاله قصد تقاملها. يا رب كنقصح معاهم. شكرا شكرا. السلطات كنقصح معاهم غير باش غير باش شوف كنجرح ونداوي. قلبو زوين قلبو زوين. الله يحفظك بارك الله فيك الله يكبر فيك اخويا. لا خطك لا يحشمنا اخوتي. والهدف ديالنا هو ان السيده ترجع ترجع لوليداتها والاسره ديالها. سير شوف تي في لايف راه دابا مباشر. شوف تي في شوف تي في مرحبا. شوف تي في لايف بالفرنسي صافي صافي راه دابا راه باتني. كاين 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 هو دايز هو دايز الله يبارك. والله يفرحنا جميع والله الا غنفرحوا غنفرحوا الى جو عائلتها صراحه في انتظار الخبر المفرح. لازلنا ننتظر واياكم. تصور معايا كيفاش غيكون حال ابنائها وكيفاش غتكون حال العائله ديالها. الله يحسن العوان. هما كلا كانوا كيتفرجوا في اللايف لان دابا المعلومات اللي عندناهم انهم جايين خارج فاس وكيتفرجوا في اللايف وعرفوا الموقع وكنعيطوا لذاك الرقم ديالهم ما كيشدش. ربما جايين في طريق الريز وحنا دابا كنبقاو متفائلين لان هذا هو الامل اللي عندنا. ما عندنا امل. حدود الساعه ما كاينه حتى شي جمعيه دخلت احنا والو والو. ذاك الرقم ما خدامش. اوكيبي اوكيبي الرقم اللي عطاتنا اوكيبي واش شغال اوكيبي مشغول يعني واش يهضروا مع ولادها مع يمكن غالبا بنتها ولا شيء. واش وصل الصوت والصوره مزيانه اخوتي؟ عطوني التعليقات ديالكم. لاحفظكم وعاودوا بارطاجيو هذا اللايف باش ما يطيحش في انتظار يكون شي حل. ونتمنوا لنا نفرحوا جميعا. كيقولوا بانهم جايين خارج فاس. هادو باين خارج فاس. لا غالبا غيكونوا خارج فاس. يعني خارج فاس الترونسبور ولا ما عرفتش. حنا كننتظروا بشاره ديال الخير اكيد. عيات مسكينه والله العظيم الا عيات. اقسم بالله الا عيات. هذا اولا خاص يجي ولادها يديوها للطبيب بعدا لان ما يعرفوش الحاله واش طاح لها السكر ولا لان مسكينه راه عيات راه. الناس اللي معايا شحال دابا معايا 2300. حاولوا انتم اخوتي الله يحفظكم
ديروا هذا الاجر ما غتخسروا والو، بارطاجيوه على لعل وعسى يكون شي. صافي دابا شوف دابا البري دابا جبت لك الكاب دابا هما جايين. اذا ها هما هانتوما كيطمئنكم، انا كنعاودها الامل ديالي هو صافي. دابا جايين انت دابا الناس دابا صافي دابا الاتصال 100% وهما جايين في الطريق. فهمتني هما دابا علاين ما بقى لهم شي واحد الاربعة كيلومتر ولا خمسة كيلومتر هما يوصلوا عندنا باذن الرحمن. دابا ان شاء الله المنطقة ما قالوليش ما بغاوش يقولوا لي ومين يجيو ان شاء الله نكتشفوا ما عندهم كل شيء عمي منصف باذن الرحمن. وانا انت اللي كتفرح في الامل لان انا من جوج النهار وانا واقف هنا خالي منصف ما قديتش نسمح في الحاجة كاع انا ما قديت نسمح فيها مسكينة بحال الوالدة ديالنا كيما انت كيما الله يحفظك اخويا صاحبي. اذا اخوات مسلمين كيما حتى الموت. تحياتي اخويا صاحبي. اذا 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 مازال لهم غير شي شوية ويوصلوا صافي هما باش نطمئنكم. دابا الناس انا حاس بكم دابا انتم وراء الهاتف، حنا في عين المكان ننتظر بشارات الخير، انتم وراء الهاتف حتى انتم كتنتظروا. احيانا حنا كنسمعوا الهضره هنا وكنحاولوا نوصلوا لكم معلومه. قالوا لهم احنا جايين في الطريق. راه هضروا معاه في التليفون قالوا لهم احنا جايين في الطريق في انتظار الخبر المفرح. اسمع مسكينه، اسمع مسكينه، البنت ديالها البنت ديالها قال الكرام ساقوا لها الخبر خرجت وتلفت. هي مسكينه مصيفطه لي اوديويات بنتها في السعوديه مجوجه وعندها الوليدات، قالت لك بان الام ديالها راه ساقوا لها الخبار وخرجت في الصباح وراهم النهار كامل وما كيقلبوا عليها وما خلاو حتى بلاصه ما قلبوا عليها والكوماساريات والهاله. قال لكم ما لقاولهاش الغابر الظاهر تشافوها دابا في الفيديو عندك اخاي منصف. وتنشكرك جزيل الشكر وبتيني تنشكرك جزيل الشكر. اجو مسكينه البنت في السعوديه متبعاك وشوف سبحان الله التتبع ديالها فين طيحها في الام ديالها. دابا راه كتبكي مسكينه وكتهضر معايا في الاوديوات كتشهق. قالت لي الله يجازيكم بخير والله يخليكم مواتكم ويعطيكم ما تتمناو. انا دابا راني مقابله وليداتي وكنهضر معاكم وهادي وهادي. قالت لي خلي وحدكم راه حنا كنقلبوا عليها النهار كامل. وشو وجزيل الشكر لك الاخ منصف. اذا بشاره ديال الخير ان شاء الله باذن الله غنفرحوا جميع. نتمنى غير ما يقطع ليش التليفون، انا غنحيد الفلاش باش هكا غيبقى البث المباشر مطلوب. نتمناو على ان العائله تيجيو يكون مازال الهاتف مشارجي لان مازال لي 20% في لاشارج. راه شي تعاون ساعتين ديال المباشر. ساعتين 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 في اللايف ومازال ما وصلناش ساعتين هو مطلق اللايف ومازال غنتظروا لان دابا بعاد غالبا بعاد. حتى الان كنسمعوا الجديد غير في التليفون. غنشوفوا شحال شحال مازال لنا هنا. نتمناو من الله قبل ما يدخلوا حنا نقصنا شويه من الكليراج باش يحافظنا على البطاريه في انتظار لان اللحظه ديال الفرحه مع العائله ديالها هي اللي باغي نفرحوكم معنا ان شاء الله باذن الله. وهي منتنا مسكينه وهي معنا. وفي انتظار بشاره بخير المغاربه. شكرا بزاف على الشكر ديالكم. هما قربوا هما قربوا عندها. هذا واجب اخويا واجب. الله يحفظك اخويا بارك الله فيك. الله يكبر فيك الله يخطيك. بقات فينا مسكينه والله بقات فينا بزاف في انتظار الخبر المفرح متابعينا. وشكرا جزيلا لكم. شوف انا نتحدث معكم صريح العباره. مسكينه هي دابا الابنه ديالها اللي في السعوديه كتخلي اوديوات كنحاول نسمعهم غير باش نوصل لكم ربما يعني الـ يعني الـ هي كتحاول معاهم كتقول لهم ما تخليهاش خرجي هكا باش ما تلفش باش ما تلفش. هي ما عرفتش هما والله ما شافوها ما شافوها كي دارت تزهقت على الدار. قال لك والله ما شافوها. هذا هو المشكل العنوان علاش ما عطاتوش ما فهمتش. بغيت نقول واحد الرساله اختي الله يجازيك بخير. قال لك منصف مولا شوف تيفي قال لك قولي لنا من اين منطقه جاي الوالد ديالك والاخ ديالك باش نعرفوا المسافه. نعرفوا المسافه هي الله يسهل. قلت في انتظار تعطينا المنطقه منين جايين. اسمعوني المغاربه اسمعوني كنستغل ربما العدد الكبير اللي كاين لان انا ما كيعجبنيش ندير البوز بالمحتوى التافه. هذه من جهه. من جهه واحده اخرى منين يكون واحد اللايف فيه واحد العبره فيه واحد القصه فيه واحد الحاجه اللي اكيد فيها تآزر فيها تكافل ما بين المغاربه. فهذو هما المحتويات اللي انتم خصكم تبارطاجيو خصكم تنشروا على اوسع نطاق باش هكا ربما التفاهه وذاك الروتين اليومي وذاك التخرق والخوى الخاوي المحتوى الهادف غيغلب على المحتوى التافه. ولكن للاسف راك انت كتساهم بجزء من نشر التفاهه ملي كتتفاعل مع ذاك التفاهه.
كيكون شي لايف تافيه كتبقى تتفاعل معه ولو انك لربما كتنتقدو كتطلع له الريتش ديالو كيطلع داك اللايف. فما احوجنا باش اننا نتفاعلوا مع المحتويات الهادفه غير اونتر بارونتيز غنشد القوس ورجع للحاله ديالنا ونتمنى صديق باش يكونوا عند حسن ظن الجميع. وخا ما كنعرفوك راه كيبان يضرب وجهه وباين يضرب وجهه وهذا الشيء هذا اللي كنديروه ماشي كنديروه زعما كتصور ولا شي لعبه. حنا هذا الشيء هذا كنديروه خير. حنا هذا الشيء مجري فينا في الدم وقالوا لنا الله في القران قال لنا ان الانسان لحب الخير لشديد. يعني واخا يكون ما نعرف كيما داير هذا الانسان كافر دير امه وتيبغي الخير هذا فهمتي تيبغي يدير الخير صبر عاد لحنايا يعني طبيعه الحال صبر كيتحدث بحرقه بحرقه خاي مونس لان من الصباح انا والله الا مازال الله الا الفطور الا واكل ثلاثه التمرات ولا اله الا محمد رسول الله لحد الان مازال ثلاثه التمرات وباخع ربي ما يخيبش مثل هاد الشباب اكيد. ودعواتكم دعواتكم اخوتي اذا نتمناو على ان يكونوا قربوا في انتظار الاسره والخبر المفرح. ننتظر دائما ابناء الحومه كاملين هنا بدون يعني مدينه قديمه وصلوها على كان هذا على اني فين ما عرفتش ما عرفتش خويا خصك النمره ديالي كاين العنوان كيقول لك طاح لها السكر اللي كيقول كل واحد النمره ديالك لا شكون اللي عطا عيطات لي بعدا بنتها شكون اللي عطا النمره عطاو شي واحد عطا النمره ديالو هنايا شي واحد عطيت صارتي النمره ديالي لا لا شكون عطا النمره ديالي انت ما قلتيهاش ما قلتيهاش عيطت لكل واحد هنايا لا انت ما قلتيهاش الله انا اللي عيطت لك قبايله اللي عيطتي في الاول في الاول عيطتي لكازا ورا داك النمره اللي عيطتي بها درناها في العنوان دابا التليفون هذا خويا من لاصر دابا يديروا شي نمره واحده اخرى دابا هذيك النمره هي اللي داروا في العنوان اللي عيط كنديروا له النمره ديالو في العنوان فهمتي كيفاش؟ خير مهم هي زعما ها هي غادوز دابا نلقاوها ان شاء الله ونحيدوها لك نلقاو وليداتها عيطات بنتها قالت لك هو جاي عيطات لبنتها هو جاي خوها يا راه من القاطنين ديال من المدينه القديمه من القاطنين ديال دار دبغ جهه ديال دار دبغ هما طالعين الاب والاخ ديالها من دار دبغ من دار دبغ من المدينه القديمه احنا عارفين من دار دبغ بالقرب من دار دبغ في المدينه العتيقه اللي فات في انتظار الخبر المفرح ننتظر معكم متابعينا ان شاء الله باذن الله يكون تكون فرحه لان هنا كل شيء في حاله ديال الانتظار. قول لها تعطيني النمره ديالهم، قول لها تعطيني النمره ديالهم. ها هي عندها تصور. راه نهضروا معاها. ايوا انت بعدي كتفلى علينا. لا عليه هو كنصوروا. شوف لا تكون غلطات ذاك النمره. تيهضر مع شي واحد خصو شي طونوبيل باش يجي لهنا شي طاكسي. عيط عيط قول لها تعطيك رقم واحد اخر ديال خوها. تعطينا رقم واحد اخر ديال. شي واحد اللي غنتواصلوا معاه ديريكتومون لان دابا كنتواصلوا معاه هادي على برا ما عرفناش. ما تعطيناش. احنا نشوفوا رقم اخر لان الرقم اللي عطاتنا ما شادش الرقم اللي كاين في العنوان فبلا ما تتصلوا به لان الرقم ديال اللي كاين في العنوان ديال السيد اللي عيطنا مسكين دار هذا الخير فهذا الرقم اللي في العنوان بلا ما تتصلوا يعني راه الان لحدود الساعه ما يعني ماشي هو المعنى ما غيفيدكمش. حنا منين غنقطعوا اللايف غنحيدوا له ذاك الرقم التليفون باش ما يبقاوش لي زابي اللي يجيو. شكرا. إذا كانوا طالعين من المدينة القديمة راه تعطلوا زعما الصراحة بالله. غريب الحال. المدينة القديمة راه ما. كما قال. خصهم جوج سوايع واحد. جوج سوايع شحال غادي نشوف شحال في اللايف. ساعة و 21 دقيقة. واش اللي ما فهمش السي رشيد، السي رشيد عمارتي واش المدينة القديمة جوج ساعات ولا؟ عرفت. شنو قالت لك؟ مشى راجل هاي فين عطاه هو ولده باش يعطيوه الدواء ما تيتفاجئوا بانهم ما تيلقاوهاش خرجوا تيقلبوا في الحومه الجيره المدينه كامله دابا راه كتقلب فهمتيني كيفاش؟ قال لك دابا حتى تيشوفوا هاي هذه مسكينه صيفطت لنا البنت الاوديو فهمتيني هاو عيطوا لها عيط لها ندوزوها لا بغات هذا الاتصال ما كاينش ما كايناش قول لها قول لها واش ندوزوا لك الصوت ديالك خذ منها الموافقه لا بغات ندوزوا لها باش الناس يطمئنوا قالت لها مثلا قابل الوليدات باش انا كنتقطع حيت هي صايي نهضروا معاها شوفوا لله هضر معاها بعدا صابر قول لها
تتجاوبش عين يا رين يا رين ولا ما كتجاوب فهاد الحلقه تتجاوب تاع الدرج لازم عشان تسلط الخدمه مع مول الحجب الكويتي اللي تستخدم الدعم المكلمه ربما ما ديرهاش للمكالمه دايره قول لها قول لها واش ندوزو واش عطينا شي اوديو ندوزوه شوف تي في دابا لايف باش الناس يطمئنوا الناس الحومة كله بدا بدينا سيق الخبر ما يطلعوش لهنا مورا يمكنش لأن تعطلوا لكن وين تسمع إلا في المدينة دار الضباب ولكن تعطلوا ولا علاش تعطلوا زعما ساعة ونص من دار الضباب لهنا ساعة المكان المصيب باش قالوا لك حنا جايين ساعة باش قالوا لنا حنا جايين ما يمكنش ساعة المكان من بلاد ساعة باش طايح على رجليهم من الرصيف توصل شعاشة على خمسة اختي الله يجازيك بخير الله يخليك وليداتك فهمتني انا يعني من دار من المدينة القديمة من دار الضباب لهنايا يعني ساعة المكان راه بزاف والدنيا خاوية دابا العواشر كان غير شي ازدحام ولا شي حاجة نقولوا راه متيني ولا النساء هاد المكان راه بزاف اختي العزيزه الله يرضي عليك خلينا لا الاوديو نتمنى نجاوب الناس قلنا شنو كاين لان الا كانوا جايين من المدينه القديمه وهم سالفه وهذا وتعطلوا هكا راه ما عرفت دابا ما عرفتش شنو انا يا ولاد الحومه هكا راه طلع الله يبرى العالم شافوا باين هما هنا يديروا نتمنوا خير نتمنوا خير وصافي الله يدير لي فيها الخير اكثر كانوا غير ابا خمايس اذا متابعينا حنا كننتظروا في انتظار لما كانش شي لما الى ما بانش دابا ولادها راه خاص السلطات دير خدمتها باش نتحدث معكم صريح العباره حنا المهم حنا دابا حنا كان الهدف ديالنا هو ان وليداتها يجيو فينو راه خاص السلطات المحليه على مستوى المنطقه هنا ديال مونفلوري يجيو يديروا خدمتهم لان حنا كاعلام هذا هو شنو غندير انا كاعلام شنو غندير يلا نطلق اللايف وغادي نهضر ونقولها شنو كاين وشنو كاين انا كاعلام راه داير خدمتي ولكن المهم ما غنكونش قاسي اكثر لان ربما كانت التعليقات ديالي شويه قاسيه قبل قليل غنبقى مركز مع الحاله وما غنخرجش على السياق هي السيدة مسكينة حنا وعينا راه كتكون هي مسكينة من قبل المغرب وهي هنا دير شوف تي في لايف فرونسي فرونسي راه دابا هي عندها داك الدواء اللي عندها ديال السكر ياك الدواء اللي عندها ديال السكر يمكن انا ما طالعش عليه ولكن كيقول فيها حتى الارهاق ارهاق وزعما هاد الحاله هادي والله العظيم الا شكرا على الناس اللي كيتابعونا من خارج ارض الوطن كنشوف هنا مجموعه من التعليقات هادشي ما نحتاجش لانك تشكرني راه واجب عليا راه ما يمكنش راه واجب هادشي ماشي فيه الشكر راه خاصنا نديرو الواجب ديالنا مسكينه راه ما مرتاحاش كما كتشوفوا البرد والعياء ولا فاتيك والمرض وما عارفه والو الزهايمر يعني راه ما راه ما عرفتش كندير نوصف راه الحاله لا توصف خاطر هي توصف ربما لن اجد الاوصاف الله يدير الخير وصافي في انتظار بشاره ديال الخير دابا داك الرقم الوحيد اللي كاين ممكن لانه يفيدنا لان سينو غنضطروا نديروا خطه واحده اخرى سينو غادي الا تعطلوا راه غنقطع اللايف غندير التليفون يتشارجا وغنحاول نتصل انا نشوف التليفون ديالي نمشي ندير اتصالات جمعيات ولا هذا ونهزوها من هنا لان ما تبقاش انا في الزنقه ما يمكنش لان ما نتخلاو عليها بتاتا كاينه واحد الجمعيه دابا الهاتف اللي عندي فيه الارقام اللي ممكن ندير اتصالات انا ويتم التدخل ونديوها لمكان امن اللي ترتاح الهاتف خليته في جهه واحده اخرى هذا هو الاشكال معك شي رارونج في الطلب يزيدوا هنايا نخليهم برونشي والرانج فوق هنايا زعما كاين رالونج غنشوفوا باش ما يطفى الناس واخا الله يحفظك لكن هذا حل
شوف المواطن، غير باش نتحدث معك بصراحه، لان كنقرا التفاعلات ديالكم، راه المواطن باش يهز الشريفه من هي الخير راه كنديروه كاملين وكلشي كيتضامن مع هذا السيد، ولكن باش تهزها بلا ما تعلم السلطات وتديها لدارك راه مسؤوليه، ولو وقع على شي حاجه في دارك راه خاص اخويا واحد الدقيقه الله يجازيك بخير. الاخت ديالو هذا البنت ديالها قالت لك راه شي ناس ضللوهم بعدا قبيله قبل ما يتصلوا بينا ويعرفوها بان راه معنا، ضللوهم الناس وراهم هما مشاو لمكناس قال لك باش يقلبوا عليها، قالوا لهم راهم في مكناس وصلات لمكن، دابا راهم جايين من مكناس، دابا حنا اللي تلفنا على ما قالت البنت، قالت لك راهم جايين من مكناس، فهمتي كيفاش؟ راه شي وحدين كذبوا عليهم قال لهم راه في مكناس. عطاتنا شي رقم غير تعطينا، عطينا رقم واحد اخر دابا سي قال لك بان كانوا كيقلبوا عليها في مكناس وراهم جايين مكناس عليها تعطلوا، هما من دار الضبغ جايين من مكناس، الرقم اللي عطاتنا الاول ما خدامش، الرقم الثاني هو كيحاول يتواصل معها باش يعيط لها وحنا كننتظروا. هذا هو الخبر. شكون هادو؟ شكون؟ كيصيفطوا لي ابيل موا دابا هذيك الرقم ديالك راه كاينه في العنوان، غنبقاو حتى نحيدوا لك الرقم، فهمتي؟ لا هي ولكن هذه ماشي الولاد، هذا 06 هذا لا لا يقدروا يكونوا ولادها. دابا انت غير جاوب اخويا، شوف على الله غير دير هذا الاجرام محسن، شوف اخويا اللي يقدروا يكونوا، لان في العنوان كاين هذا الرقم هذا اللي اتصلتي بنا به، يركزوا على ذاك الرقم، يقدروا يكونوا كيعيطوا ولادها، يقدروا يكونوا هما كيعيطوا حنا كنعيطوا لهم عليها كيعطيو كيف يقدر. غالبا غالبا لان السيده هذه اللي كتهضر ما يمكنش تكذب هذا الكذوب كامل، وما يمكنش زعما تجرا بالصوت ديالها تخلي عرفنا بان العائله ديالها طلعت لمكناس تقلب عليها وراها جايه في الطريق عليها تعطلوا، حنا كنزيدوا نطمئنوا. دابا خصنا غير شي واحد من داك العائله اللي غيجي ويديوها يجاوبونا، مازال ما لقيناش النمره اللي غيجاوبونا. المهم حنا في انتظار ونتمناو خير. هو كيهضر معها اخ صابر، هو كيطمئن لان تواصل معها. هضر معها اخي. السلام عليكم اختي. اختي بخير في امان الله. ما كنسمعكش اختي والله ما كنسمعكش. دير اخويا هضر معاها هي هكا، هضر معاها. الو واش الام ديالك اختي اللي معنا الشريفه؟ عندك ابنتين. اييه واخا اختي، فين كاينين دابا العائله ديالك؟ راهم جايين في الطريق. تمنى غير الحي كتسكن. جاية في الطريق ديال مكناس، شي ناس قالوا لها بان كاينه تما وكتبوا عليهم ومشاو لمكناس ياك. واخا اختي شنو الاسم ديال الام ديالك؟ شنو الاسم ديالها؟ نعيمه. قالت لك مرسيدس كري. نعيمه. نعيمه يا شكون نعيمه. الكنيه بلاش، صافي الاسم ديالها نعيمه. فين ساكنين اختي انتوما الله يجازيك بخير؟ باش نتاكدوا باش نبقاو شادين معاك الخط. فين ساكنين نتوما؟ فين عندكم المنزل ديالكم؟ إذا غير ننتظروا أختي، زعما ما كاينش، راهم جايين غير ننتظروا هنا نلقاهم اللايف نتسناوهم. قالت لي راهم جايين في طوموبيل مرسيدس رمادية، راهم جايين بواحد السرعة، قالت لك الله يسرهم يمشيو تقلبوا بقوة الخلعة ديالهم أصاحبي. صافي لا لا باش هما ما كيجاوبوناش في التليفون. ها هي الأم ديالك في أمان الله هنا، الناس ديال الحي كلهم معاها، كننتظروا إن شاء الله بإذن الله. غير حاولي تواصلي معاهم قول لهم فين وصلوا، غير بشويه عليهم، الا كانوا جايين حنا ما كاين حتى مشكل، غير يجيو يوصلوا على خير وبخير. تواصلي معاهم وقولي لنا لالا فين وصلوا الله يجازيك بخير. لا قول لهم غير بشويه، يمشيو غير بالقانون، حنا ما واخا يسرعوا غيربحوا خمسة دقائق ولا ماشي مشكل، حنا نصبروا حتى ساعة. شي واحد وحدة اخر هنايا اعطينا غير شي رقم ديال شي واحد فيهم اللي جايين باش نتواصلوا معاهم. هذا
قيد الصابر قيد. صيفط لنا داك الرقم هنا في الواتساب اختي، صيفط لنا ما يكون غير خير، ما يكون غير خير. قول لهذاك داك الشاب اللي كتراسلي معاه في الواتساب. قول له صيفط لك على التليفون ديالي يتفضل. صيفط لنا صيفط لنا اختي في الواتساب. الرقم الاخر. اللي كتواصلي معايا فيه. صافي. قيد. قيد لك الرقم اخويا عيط. انا كيبان لي والله اعلم بان الامور ان شاء الله غتكون لا مربوحه مربوحه، لان ما يمكنش السيده تجرا زعما هكا وتتصل على قناه شوف تي في وفي البث المباشر، راه مسؤوليه هذه وراه القانون راه كيعاقب على انك لربما تمتحن لواحد الشخص واحد اخر، راه ما كنظنش لانها غتجرا في هذه الدرجه، وحنا كنبقاو متفائلين هادشي اللي كاين. المهم في انتظار ان شاء الله باش راه مازال لي 10% في لاشارج، نسارع الزمان في انتظار لربما كنظن والله اعلم غادي نقطع اللايف، ما عرفتش واش نقطع اللايف وندير التليفون يشارجا شويه في الطوموبيل، لا ما دابا انا ترى الماتيريال ما جبتوش، خوت الزربه ما زيت لا بونيت لا شارجي التليفون شويه في القهوه، داكشي اللي غنديرو. عندك كابلي عندك كلشي. المهم راه الناس راه غنحاولوا غنشارجي شويه التليفون غنقطع اللايف، السيده هي هنا في انتظار وصول العائله ديالها ونعاود نطلقوا معكم لايف واحد اخر، ما تمشيو فين غير خليكم بعد رقالي ان شاء الله غادي نطلقوا معكم لايف في انتظار العائله ديالها، وحاولوا تبارطاجوا هذا اللايف لو سنين طاق. تحياتي للجميع، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.